بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي ومباراة الأهلي والمقاولين في الأسبوع 31 من عمر الدوري العام اللي هتقام إن شاء الله على استاد القاهرة في الساعة 8 مساء إن شاء الله. دايما الأهلي يقود ولا يقاد، هو دايما صاحب الريادة، صاحب التجارب الجديدة في الكرة المصرية. الأهلي مش محتاج يمشي ورا حد، ومش محتاج يمشي ورا أي نادي تاني، مع احترامنا لجميع الأندية، ولكن منذ نشأة النادي الأهلي وإحنا شايفين النادي الأهلي بالصورة دي، واللي هيجي هيشتغل وبيجتهد لاستمرار هذا الوضع، والحمد لله ما زلنا مستمرين في نفس النهج. طب وأنا بقول كده ليه أصلا؟ لأن الأهلي لما حب يعمل تجربة جديدة في الكرة المصرية، يعني بعض المغردين واللي مضايقهم تقدم الأهلي دايما بيهاجموا ويقولوا أي كلام وخلاص. يعني أنت لما مفروض عايز تحكم على التجربة، لما التجربة تبتدي تشتغل والتجربة نمشي فيها شوية، قول اتكلم. يعني أنت حتى لما تيجي تنتقد ساعتها، هيبقى لو أنت بتنتقد نقد بناء، يبقى في حاجة أنت بتنتقد بناء عليها. ولكن أن أنت بمجرد ما حصلت التجربة لسه ما بدأناش، يعني يمكن لسه المدير الفني جديد لسه ما بدأش وكله عمال لا دي تجربة فاشلة، دي تجربة مش عارف ايه، دي ما حصلتش قبل كده في النادي الاهلي. طب مش استنوا الاول لما نشوف التجربة الجديدة دي ايه اخبارها؟ هو ايه التجربة الجديدة اللي احنا هنقول عليها بقى؟ ان مدير فني افريقي يتولى مهمة فريق الكرة في النادي الاهلي، وهو مستر بيتسو موسيماني. الاهلي قبل الاختيار عارف ووضع قبل الاختيار عارف ووضع ثقته الكبيرة في هذا الاختيار. هو عنده ثقة كبيرة جدا في مستر موسيماني، بعد ما شافه كذا سيرة ذاتية لبعض المدربين، يمكن أكتر من 10 مدربين هم وقع عليهم الاختيار لمستر موسيماني، شافوا إن هو ده الأنسب في الوقت الحالي. دي وجهة نظر إن شاء الله بإذن الله تكون صحيحة، ونتمنى للرجل التوفيق، إنما ما نحكمش عليها من قبلها. للأسف حتى في بعض الأهلوية ابتدوا ينجروا للكلام دوت ويقول لك دي تجربه مش هتنجح، دي تجربه. طب مش استنى لما اشوف التجربه الاول، ومش هبص لبعض المغردين اللي هم المحبطين اللي عايزينك ترجع لورا، او يقول لك كده كده طول الوقت مش عاوزين نجاحك. لا، احنا مش عايزين نعمل كده. احنا دلوقتي كاهلاويه كلنا ورا الاختيار ده، ورا الراجل ده. احنا لينا مهمه، يعني ان احنا ورا الكيان، ورا القرارات اللي اتخذت، وإن شاء الله تثبت التجربة نجاح. المهم إحنا نفضل مهما كانت اختياراتك وقراراتك في النادي الأهلي، إحنا المفروض بنقايل. في ناس تانية بتطلع تهاجم، دي بتهاجم علشان تهاجم وبس. ما تنساش كمان إن النادي الأهلي لزام عليه إنه يفك الارتباط مع السويسري ريني فايلر اللي هو المدير الفني السابق. ده كان لزام على النادي الأهلي إنه يفك الارتباط. ليه بقى؟ لأن مستر فايلر قبل ما يمشي كانت ليه بعض المطالب اللي فيها، يعني اولا ما كانتش موجوده في العقد، وفيها صعوبه في التوقيت الحالي انها تتحقق. وفي الفتره ديت الفتره اللي فاتت كان يحق للنادي الاهلي فك الارتباط. هو النادي الاهلي فك الارتباط ليه؟ عشان حاجه واحده بس، ان هو راعى مصلحه فريق النادي الاهلي. طيب الاهلي مش هيضطر انه يوافق على امور كسياسه الامر الواقع، ان انت بتفرض عليا حاجه معينه وعايزني اقول او عايزني اقول امين. لا، النادي الاهلي مفوش كده. فالنادي الاهلي بيفكر في مصلحه فريق النادي الاهلي اللي هو اهم، لانه قدامه اسبوعين ومهمه كبيره جدا، اللي هي ماتشين الوداد المغربي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. ودي البطوله اللي بنحلم بيها كلنا كجماهير وكاعضاء وكلعيبه، كله نفسنا انها ترجع تاني لبطولات لدولاب بطولات القلعه الحمراء. ولكن انا ليا برضو تعليق في الحته دي. يعني في الوقت الحالي احنا تفكيرنا في كده، بس في نفس الوقت انا جايب مدير فني كمان 10 ايام داخل على معترك صعب جدا. انا كمان مش عايز احمل الراجل فوق طاقته. يعني في الكوره، الكوره تقول لك ايه؟ الكوره تقول لك اولا الراجل جاي، عنده طموح، عنده الخبرات الافريقيه، احنا جايبينه عشان هو يعرف فرقه النادي الاهلي ويعرف يتعامل مع الفرق الافريقيه في الدور ده بالذات، او في السنين اللي فاتت كلها عامل فرقه كويسه في سان داونز، عامل نتائج كويسه في سان داونز، عارف الفرق المصريه وقابلها، عارف الفرق المغربيه وقابلها، فهو صاحب الخبرات في الوقت ده.
في التوقيت اللي احنا فيه دوت ده كان افضل اختيار، ولكن مش عايزين نحمل الراجل فوق طاقته. انت بتتكلم كمان 10 ايام عندك ماتش. الراجل عنده طموح ودي حاجه كويسه، واحنا عندنا ثقه فيه، وهو عنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وعنده ثقه ان كل حاجه هو عايز يعملها هتتعمل، لان انت بتتكلم على منظومه النادي الاهلي، بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي هم احسن لعيبه في مصر، بتتكلم على امور كلها تنجح الراجل. ولكن برضو عايزين نتكلم كوره، لما نيجي نتكلم كوره هنقول ان الاربع فرق عندهم بالظبط نفس المساواه في ان هو ياخد اللقب. يعني انا بتكلم على الاهلي، زمالك، وداد، رجاء، كلهم عندهم نفس الفرصه، كلهم عندهم الفرصه ان هم يوصلوا للدور النهائي ويكسبوا البطوله. احنا بنتكلم في المرحله ديت على ان موسيماني احنا كلنا وراه، وكلنا وراه الفتره الجايه لان هو عنده الطموح دوت، واحنا عندنا الطموح دوت. انما ما تجيش تقول لي لازم يجيب بطوله، لا مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. الكوره بالعقل بالمنطق، ما تجيش تقول لي ان هو خلاص انت جايبه النهارده عشان يجيب لك بطوله افريقيا الاسبوع الجاي، مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. مفيش حاجه في الكوره 100%. انت ممكن تأدي وممكن تلعب وممكن تكون انت احسن فريق وما تاخدش البطوله، عادي، ممكن في توفيق وعدم توفيق، ممكن تلعب كويس وما تكسبش. يعني عايزين بنفس الوقت العقليه بتاعتنا تتغير شويه. احنا عندنا طبعا الطموح دوت والراجل عنده الطموح دوت، ولكن احنا ايه متوقعين ان شاء الله اللي احنا عايزينه وبنحلم بيه بعد التعاقد مع موسيماني ان شاء الله يحقق لنا اللي احنا عايزينه. لكن انا اللي عايز اقوله دلوقتي ان احنا التعاقد مع موسيماني ليه ابعاد اخرى. عايزين نرجع النادي الاهلي لعهده. هو احنا واخدين بطوله الدوري، ولكن خلي بالكم عايز اقول لكم حاجه، كل المدربين او معظم المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي خدوا بطولات الدوري مع النادي الاهلي. احنا دلوقتي املنا في بطوله افريقيا، صح، عندك الطموح، صح، اللعيبه عندها الاصرار ان شاء الله، صح، الراجل مستر موسيماني عنده الاصرار وعنده التحدي، صح، ولكن يبقى التوفيق وعدم التوفيق. فانا ما حملش اقول هو انا جايب الراجل النهارده عشان يجيب لي بطوله كمان اسبوعين، ما اقولش كده. وبعدين انا عايز اقول حاجه كمان، لو المغردين دولت هنمشي وراهم، لا خلي بالك يبقى احنا مش ورا النادي الاهلي. لا، الاهلاويه مش كده، الاهلاويه بيمشوا ورا الاداره بتاعتهم وبيمشوا ورا القرارات الصحيحه بتاعتها من وجهه نظر الاداره في النادي الاهلي دلوقتي، ان الراجل دوت هو المناسب للتوقيت دوت، بالسيرات الذاتيه، بالعشر مدربين حتى بما فيهم المصريين، لقوا ان الراجل دوت هو افضل اختيار بمشيئه الله في التوقيت دوت. احنا نتمنى له التوفيق ونبقى كلنا وراه، وباذن الله يحالفوا التوفيق ويقدر يجيب لنا بطوله افريقيا، ولكن مش عايزين نحمله فوق طاقته. دي كوره. انا عايز اقول لكم رساله رئيس جنوب افريقيا لما عرف ان مستر موسيماني رايح النادي الاهلي، بنقول لهم بقى خدوا بالكم منها. ليه بقى؟ لان فيها معاني كتير جدا. رئيس جنوب افريقيا قدم التهنئه لموسيماني بعد توليه تدريب اكبر نادي في افريقيا، دي رساله كبيره. ومستر سيريل رامافوزا اللي هو رئيس جمهوريه جنوب افريقيا قدم التهنئه لبيتسو موسيماني بعد تعيينه مدير فني للمارد الاحمر في بيان رسمي صدر عن رئاسه الجمهوريه في جنوب افريقيا، اعرب فيه عن افتقادهم لبيتسو موسيماني كقوة كبيرة جدا في كرة القدم في جنوب افريقيا، لان الراجل تاريخ. الا ان تعيينه من قبل النادي الرائد في قارة افريقيا يعزز اواصر الصداقة بين مصر وجنوب افريقيا. انت بتتكلم عن بلدين كمان مش ناديين. واتمنى كمان رئيس جنوب افريقيا لموسيماني وجهازه المعاون التوفيق، وانهم يرفعوا راية بلدهم وراية كرة القدم الافريقية، ومع نادي هو بيفتخر بنجاحه وكمان بيفتخر بنجاحه جميع الافارقه. الاهلي الكبير يا جماعه خلي بالكم دي قيمته. الاهلي الكبير ده تعامل مع الموضوع بالطرق الشرعيه اللي بتؤكد احترامه لجميع الانديه. الاهلي عمل ايه؟ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي رفض الدخول في اي مفاوضات جانبيه مع موسيماني، بالعكس هو دخل من البوابه قبل الحصول على موافقه موسيماني، قال قرر الحصول على موافقه باتريس موسيبي اللي هو رئيس نادي سان داونز جنوب افريقيا. والحقيقه ان الراجل ما تاخرش ابدا، بالعكس
هو قال يعني انا طبعا حاجه كويسه بالنسبه لي وده افضل مدرب في تاريخ النادي فانا موافق على الكلام ده. وتحقق حلمه الراجل بتولي تدريب نادي القرن في قاره افريقيا، بتكلم طبعا على مستر موسيماني. مش بس كده، ده نادي صن داونز نفسه اصدر بيان رحب فيه برحيل موسيماني وتمنى له التوفيق في تجربته الجديده مع النادي الاهلي. ليه كل ده؟ لان ده النادي الاهلي، نادي المبادئ، ونشأته قايمه على الوطنيه، قايمه على القيم والمبادئ. عشان كده كان حرص مجلس اداره النادي على العلاقه الطيبه بين مصر وجنوب افريقيا كبلدين في مساله التعاقد مع مدرب صن داونز السابق، وهو ما يعرف باسم القوه الناعمه. ودي حاجات طبعا مش محتاجه كلام ولا ضجيج من النادي الاهلي. النادي الاهلي معروف دايما، والنادي الاهلي بيمشي بالصح دايما. يلا نروح نشوف تقرير عن التعاقد مع مستر موسيماني ودوره كقوه ناعمه في العلاقات بين مصر وجنوب افريقيا. الكبير كبير كما يقولون. جاء تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مثالا يحتذى به، ضاربا أروع الأمثلة في احترام العقود واستمرارا للعلاقات الطيبة بين المارد الأحمر وأندية القارة السمراء بصفة عامة والجنوب إفريقية بصفة خاصة، حيث رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التفكير في التعاقد مع موسيماني قبل الحصول على موافقة باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، والذي لم يتأخر دقيقة واحدة في منح أفضل مدرب في تاريخ ناديه الفرصة لتحقيق حلمه بتولي تدريب نادي القرن في قارة إفريقيا، بل وأصدر النادي بيانا رحب برحيل موسيماني وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة مع النادي الأهلي. ولأن الأهلي نادي المبادئ ونشأته قائمة على الوطنية، فقد حرص مجلس إدارة النادي على العلاقة الطيبة بين مصر وجنوب إفريقيا في تعاقده مع مدرب صن داونز السابق، وهو ما يعرف باسم القوة الناعمة. وسريعا جنى مجلس إدارة القلعة الحمراء الثمار عندما وجه سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا التهنئة لمواطنه بيتسو موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للمارد الأحمر، وذلك في بيان رسمي صدر عن رئاسة الجمهورية في جنوب إفريقيا، معربا فيه عن افتقادهم لبيتسو موسيماني كقوة في كرة القدم في جنوب إفريقيا، إلا أن تعيينه من قبل النادي الرائد في قارة إفريقيا يعزز أواصر الصداقة بين مصر وجنوب إفريقيا. كما تمنى رئيس جنوب إفريقيا لموسيماني وجهازه المعاون التوفيق وهم يرفعون راية بلادهم وراية كرة القدم الإفريقية مع ناد يفتخر بنجاحه جميع الأفارقة. طبعا النادي الاهلي نادي كبير ومش عايزه كلام. نروح بقى لماتشنا النهارده الاهلي والمقاولين في الجوله 31. هي مباراه مهمه جدا طبعا لانها ضربه البدايه لموسيماني، رغم انه لم يمر على توليه المهمه سوى 48 ساعه الا انه قاد التدريبات وسيكون متواجد في الملعب لاداره اللقاء ان شاء الله. وده يمكن من الاسباب اللي احنا يعني بنقول ان الراجل دوت فعلا راجل عملي. يمكن من ضمن الاسباب اللي احنا كنا او مجلس اداره النادي الاهلي كان ليه اجماع على حته ان مستر موسيماني هو اللي يمسك. الراجل بمجرد ما جه راح على طول على النادي وعمل اجتماعات ودخل على الملعب وقعد ساعتين ثلاثه وسال على كل حاجه. هو عارف لعيبه النادي الاهلي كويس وعلى درايه كبيره جدا بامكانياتهم، لان واجههم اكتر من مره وقريب جدا كان في ماتشين بيننا وبينه. مباراه النهارده بقى كمان مهمه لانها امام منافس عنيد، وتقريبا نادي المقاولين بيقدم افضل مواسمه منذ فتره كبيره تحت قياده المدير الفني الصاعد بسرعه الصاروخ في عالم التدريب كابتن عماد النحاس، اللي اصبح له فلسفه في طريقته التدريبيه وبيعمل له جميع المدربين الف حساب، لانه بيقدم مع المقاولين هذا الموسم اداء اكثر من رائع. كمان مباراه النهارده مهمه لان الاهلي وان كان حسم اللقب، ولكن زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز سواء حسم البطوله او المنافسه مستمره. وكمان المقاولين لن يكون منافس سهل لان امامه هدف وهو المنافسه على المربع الذهبي، لان هو عايز يختتم الموسم بمركز جيد يسمح له باللعب في البطولات الافريقيه واللي غاب عنها منذ ما يقرب من 15 عاما. كلنا عارفين ان المقاولين العرب تاريخ في البطولات الافريقيه ولو باع طويل وحقق اللقب كثير،
ولكن على حساب كمان ايه أندية كبيرة. يعني نادي المقاولين، اللي ما عرفش نادي المقاولين، نادي المقاولين كان ليه زمان صولات وجولات في افريقيا. نروح بقى الجولة مع مراسلينا في فندق إقامة الأهلي وملعب مباراة، نطمئن على الأجواء ونحطكم في الصورة كالعادة. معانا دلوقتي مراسلنا وزميلنا العزيز شريف شعبان من فندق الإقامة. مساء الخير يا شريف. تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من معسكر فريق النادي الاهلي ومباراه الاهلي والمقاولون العرب في الثامنه مساء على استاد القاهره الدولي. يمكن خليني اقول لك اجواء معسكر النادي الاهلي، يمكن بعد تدريب الاهلي بالامس في ملعب مختار التتش يمكن في الخامسه والنصف مساء، يمكن دخل اللاعبين بعد التمرين في معسكر مغلق. العشاء بالامس كان في الثامنه والنصف مساء، يمكن بدايه يوم النادي الاهلي كان الفطار في العاشرة صباحا والغدا كان الساعة الواحدة والنصف ظهرا، يمكن الوجبة الاسناكس كانت الساعة خمسة بالظبط والمحاضرة خمسة ونص والتحرك هيكون طبعا بعد المحاضرة مباشرة. يمكن مستر موسيماني في أول معسكر لي بيتعرف على كل لاعبي النادي الأهلي، في لعيبة معروفة بالنسبة له بالاسم يمكن عارفهم بالاسم وعارف كل حاجة عن كل لعيب، في لعيبة ما بيعرفهاش فبيسأل مين دوت فتقول له مثلا فلان بتلاقيه عارفه برضو عارف كل حاجة عن هذا اللاعب. الملفت النظر النهاردة في معسكر النادي الأهلي يمكن المدير الفني للنادي الأهلي طبعا مستر موسيماني كان حريص يقف مع الدكتور عبد الرحمن دكتور التغذية علشان يعرف الدكتور بيعمل إيه، بيعمل كل كبيرة وصغيرة يبقى عارف الأهلي بيفطر إيه وبيتغدى إيه، مواعيد الأكل المناسبة للاعبي النادي الأهلي إذا كان العشاء أو الفطار أو الغداء، وتكلم وتناقش معاه في كل كبيرة وصغيرة، طريقة تحضير الأكل، طريقة تقديم الأكل لكل لاعبي النادي الأهلي. يمكن الراجل لفت نظره الاحترافية الشديدة اللي عند النادي الأهلي أو النادي الأهلي بيلجأ ليها في المعسكرات. يمكن خليني أقول لك يمكن المحاضرة كان حوالي 35 دقيقة أتكلم فيها عن التشكيل اللي هيبدأ به مباراة المقاولون العرب اليوم، اتكلم فيها عن نقاط الضعف والقوة لفريق المقاولون العرب وأكد على تنفيذ كل لعيب لمهامه بعد إعلان التشكيل. يبقى فقط التوفيق، يبقى فقط بإذن الله التقديم نفسه لكل جماهير النادي الأهلي. هنا كل المتابعين أو كل جماهير في فندق الإقامة كانت حريصة لالتقاط الصور السيلفي مع المدير الفني الجديد اللي قابل كل ده بترحاب شديد جدا، متواضع يعني بشكل كبير جدا، ما بيحركش حد خالص، دايما بيتكلم مع الجهاز. النهارده بعد الفطار قعد مع الجهاز المعاون ليه وطبعا ومدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي ساعتين بيتكلم فيها عن كل صغيره وكبيره. الراجل مش ساب حاجه خالص الا ما بيتكلم فيها، الراجل بلغه الكوره عاوز ينجح. باذن الله رب يكون التوفيق معاه وباذن الله النهارده يقدم نفسه بشكل كبير لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا المباراه مش بتاعته خالص، المباراه ما قدرش نحاسبه، الجماهير تحاسبه على هذه المباراه، ولكن كلنا امل باذن الله ان شكل الفريق يتغير معاه في الناحيه الهجوميه والاداء يتحسن بشكل كبير، لان طبعا جماهير النادي الاهلي في الفترات الاخيره ما كانتش راضيه عن اداء الفريق رغم الفوز الكبير اللي كان بيحققه فريق النادي الاهلي. ولكن يبقى في الاول وفي الاخر هو الحلم، حلم البطولة الأفريقية النجمة التاسعة بإذن الله. يا رب بإذن الله دعواتك ودعوات كل مشاهدينا بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي اليوم، ويكون النجمة الأفريقية النجمة التاسعة بإذن الله من نصيب النادي الأهلي. دي كانت كل كواليسنا في معسكر النادي الأهلي فقط وحصريا لشاشة قناة النادي الأهلي. عودة ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. من مراسلنا شريف شعبان من فندق الإقامة نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد من ملعب مباراة نتعرف على آخر الأجواء هناك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي وكل التحيه طبعا لكل جمهور وعشاق ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه كابتن ايمن في البدايه كلنا متفائلين ان شاء الله طبعا بمستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي مع الكوكبه الرائعه والمميزه من اللاعبين. باذن الله نعمل طفره كبيره، نصل باذن الله تدريجيا لنهايه بقى بطوله الدوري العام النادي الاهلي قدر ان هو يحسمها قبل انتهاء سبع اسابيع، وايضا كمان بقى البطوله الافريقيه اللي عليها تركيز كبير جدا وعايزه تحضيرات فنيه كبيره جدا من الجهاز الفني بالكامل بقياده طبعا بيتسو موسيماني. مرحله مهمه جدا انا كابتن ايمن ومحتاجه تكاتف الجميع ومحتاجه تكاتف كل جمهور النادي الاهلي، الدعم مطلوب بشكل كبير جدا خلال المرحله القادمه زي ما انت اكدت يا كابتن ايمن، هو ينقصنا التوفيق. الامور كلها ماشيه بشكل رائع ومطمن، اللعيبه هتتدرب هيكون في خطط ويكون في تكتيك ويكون في حماس ويكون في رؤيه، لكن ان شاء الله باذن الله ينقصنا كل التوفيق وينقص ايضا كمان الجهاز الفني التوفيق اللي بنأمله باذن الله الفتره القادمه خطوه بخطوه كده باذن الله نصل للمباراه النهائيه. حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، لكن عندنا ثقه في الله طبعا في البدايه وامل كبير جدا في الجهاز الفني وفي اللاعبين ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله التاسعه
هتكون من نصيب النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن ايمن، مباراه الاهلي والمقاولين، وزي ما انت ذكرت ايضا مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي نظرا لقوه فريق نادي المقاولين، عنده عناصر مميزه جدا، كمان كابتن عماد النحاس بيأدي اداء اكثر من رائع هذا الموسم. فالمباراه فنيا داخل الملعب وخارج الملعب، خارج الملعب مع موسيماني وعماد النحاس هتكون فيها امور فنيه عاليه جدا، وداخل الملعب بقى محتاجه جهد كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. لكن عندنا غيابات عديده وعندنا اصابات يعني، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه، كل اللعيبه النهارده تكون مركزه. خط الدار عندنا يمكن بيشهد غيابات عديده، سواء معلول، محمود وحيد، يمكن يعني النهارده كمان يعني هنحاول نشوف احنا برؤيتنا كمان يا احمد فتحي ممكن يكون بيلعب في الباك ليفت النهارده، نظرا طبعا لاحاديث مستر موسيماني مع كابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن اكد اكتر من مره في المؤتمر الصحفي ان هو يستعين بالكابتن سامي والكابتن سيد في يعني حاله اللاعبين الفنيه ومدى جاهزيه اللاعبين. النهارده ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريقنا في مباراه اليوم. احنا طبعا متواجدين كالعاده في استاد القاهره، الامور ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا كالعاده، تنظيم النادي الاهلي الدخول والخروج كل الامور دي ما بنشغلش بالنا خالص، لان الامور الحمد لله بتكون ماشيه بشكل رائع. لكن الهدف طبعا يا كابتن ايمن النهارده هو ان المباراه تاخد نتيجه ايجابيه واداء لفريق النادي الاهلي مع الاصابات. كل مره بناكد على هذا الامر ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي اصابات لفريق النادي الاهلي. الفتره اللي جايه محتاجه كل لاعب، محتاجه مجهود كل لاعب. احنا يمكن المباراه اللي فاتت كان في 8 لاعبين غايبين عن فريق النادي الاهلي سواء للرؤيه الفنيه او الاصابات، لكن النهارده كمان محمود وحيد وربيعه والشيخ واجاي بيغيبوا عن هذه المباراه للاصابات. لكن ان شاء الله باذن الله الاختيار يكون موفق بالنسبه للجهاز الفني، وباذن الله النهارده ان شاء الله باذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي، يستطيع النادي الاهلي الاستمرار في حصد النقاط وايضا كمان تحطيم الارقام القياسيه، وباذن الله بقى الاداء تدريجيا حتى مباراه بيراميدز ان شاء الله باذن الله تكون كل اللعيبه في الفورمه المطلوبه اللي اطمن كل جمهور النادي الاهلي قبل البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن ايمن، ولو في استفسارات انا معاك. شكرا للزميلين العزيزين شريف شعبان من فندق الاقامه وكريم احمد من ملعب المباراه. زي ما احنا شايفين الاجواء هايله، الاجواء مهيئه للعيبه انها تكمل مسيره الانتصارات وتغرد على القمه بمفردها زي ما احنا شايفين. ماتش النهارده ان شاء الله في الجوله 31 هيبقى مسؤول عنه تحكيميا كابتن جاد جريشه كحكم ساحه، واسامه السيد مساعد اول، واحمد نوفل مساعد ثاني، وعمرو عبد الفتاح حكم رابع. اما بالنسبه للحكام الفيديو، صبحي العمراوي حكم فيديو، وسعيد حمزه مساعد حكم فيديو. نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، وكما عودونا دائما تستمر العداله التحكيميه وكلنا ثقه في الحكام المصريين. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي النهارده، كابتننا كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، وكابتن هاني العجيزي. ارجوكم انتظرونا. مرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي شرفينا النهارده، كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن. كابتن محمد يوسف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايمن.
كابتن عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك منورنا حبيبي يا كابتن. كابتن هاني العجيزي منورنا حبيبي اهلا وسهلا بيك. كنا بنتكلم قبل الفاصل على الاداره الفنيه الجديده لفريق النادي الاهلي وتعيين مستر موسيماني. كابتن علاء ايه رايك في التجربه؟ هي تجربه لسه اول مره تحصل، مش في مصر، حصل قبل كده طبعا مع ايمانويل مع مقصه، بس ايمانويل جه يومين يسلم عليهم اربع ايام. لكن اول مره تحصل في يعني مع النادي الاهلي او النادي بحجم وقيمه النادي الاهلي. لكن لازم تعرف حاجه ايما، لما الاداره تستقر على موسيماني تعرف ان هو درسوه كويس قوي. وهو يعني اجمعوا ان هو في يعني في الوقت ده او في التوقيت ده هو انسب واحد الوقت في المرحله دي. ايوه انت داخل على افريقيا ومباراه مهمه جدا جدا جدا، انت عايز حد حافظ افريقيا وحافظها عن ظهر قلب وفاز بالبطوله قبل كده. على فكره ده مش معنى كلامي ان هو لازم يفوز بالبطوله. لا طبعا انا لا كنت طبعا. سمعت الانترو بتاعك كرة. مفيش حاجه في الكوره اسمها لازم على صحيح، وفي حاجه في الكوره انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك والتوفيق ده بتاع ربنا مزبوط. فانت بتبعد عنه موضوع الضغط ده، الضغط ده لازم يتبعد عنه شويه. واكيد طبعا امنيه حياته هيبقى حدث وهتبقى حاجه مشرفه جدا ليه. هو اساسا الراجل تحس ان هو وصل لمرحله ايمن في مشواره التدريبي، مرحله جامده جدا جدا، ان هو النادي الاهلي هو الوقت المدير الفني للنادي الاهلي. هو بالنسبه له تقريبا ما كانش بيحلم بالموضوع ده، لسه هقول لك ما كانش بيحلم ان هو مدير فني للنادي الاهلي، لكن حصلت. ايوه فاحنا تقريبا مش عارف الاستوديو ده عادل او اللي قبليه كنا بنتكلم على المدير الفني بيجي النادي الاهلي خلاص ده عارف انت زي ما بيقولوا كده في لغه الكوره عدى مشوار كبير قوي في مشواره التدريبي. صحيح مجرد بس ان هو اسمه بقى مقترب بالنادي الاهلي. فهو بالنسبه له طبعا استحاله ده، قال لك انا هفكر في مدرب افريقي. فتخيل ان هو، انا متخيل ان هم بيعرضوا عليه، هو اكيد قعد فتره كده هو ده حقيقي ولا حلم ولا انا بجد والله. لكن هي بالنسبه له طبعا قطع مشوار كبير قوي في مشواره التدريبي. بالنسبه للنادي الاهلي تجربه جديده، بتمنى يا رب ان شاء الله تبقى يا رب مكلله بالنجاح ان شاء الله رب العالمين، لان كل الاطراف عايزه النجاح دايما. النجاح ما بيجيش من هاني او محمد، لا لا لا، لازم كل الناس على هدف واحد، هدف النجاح. تعمل بس اللي عليك وتوفر كل الاساليب زي ما اتفقنا. النادي الاهلي بيوفر فوق ما تتخيل. أيوة. وبعدين سيب حته التوفيق من عدمه، مش بتاعتك ولا بتاعتك ولا بتاعت غيرك. ولكن عايز اقول حاجه في النقطه دي يا كابتن علاء، لان في ناس طبعا هي رحبت بالفكره كويس وقالت احنا ماشيين ورا الاداره، ولكن الناس طموحاتها عاليه قوي. يعني الناس بتقول مثلا، وفي منهم انويه كتير اكيد طبعًا، ان انت طالما جايبه في التوقيت دوت يبقى ده اللي هيجيب لنا بطوله افريقيا. لا ما يعني هم بيحطوا ضغوط على الراجل جامده جدا كويس. في نفس الوقت انت عارف ان الكوره يعني فيها توفيق وعدم توفيق. ما هي فيها انك ممكن تكون كويس وتخسر بطوله، فيها انك انت راجل لسه جاي مع الفريق بقالك 10 ايام وبعدين هتخش على ماتش جامد جدا. ده طبيعي. فالحاجات دي برضو خلي بالك، الاجواء برضو مش عايزين نحمل الراجل فوق طاقته. هي بص، ما فيش حاجه في كره القدم اسمها لازم دي مشطوبه من كره القدم. لكن اللي انا حاسه ان الراجل هيبقى ضغوطات الجماهير. أيوة. لكن جوه النادي يا ايمن او جوه الملعب او جوه الاداره نفسها انا حاسس مالوش ضغط خالص. هيشتغل. أيوة. بارتياح كويس جدا جدا جدا، وهيعمل كل اللي هو يقدر يعمله. حته التوفيق دي ممكن يحصل ولا قدر الله ممكن لا طبعا. فلازم يعني حته كوره، ما انا ما بشتغلش على هدف واحد. هدف واحد احنا يعني دايما بنتكلم بيقول احنا بندور على المكسب وعلى بطوله. لكن أيوة. التوقيت ده ايمن مفيش حاجه اللي هو لازم يجيب البطوله. انت الراجل الوقت مش هيسعفه في اي حال من الاحوال. رفاهيه الوقت ان عندي وقت مش موجوده، عشان كده هو هيبقى مضغوط ان هو بسرعه يبقى هو المسؤول على الفريق. ايوه عايز بسرعه يبدا يعرف الفريق كله على المصابين على المعارين على طريقه اللعب على الشكل على المشاكل ويبدا يعالج فيها. أيوة. لان بس الوقت هو للاسف الوقت مش في صالحه. يعني الوقت ده بقول لك رفاهيه الوقت مش في صالحه هو. ايوه ما بقول لك، لكن اللي انا متاكد منه مش بقول المفروض ان الاجواء المحيطه بيه وبجهازه وباللعيبه اعتقد هتبقى اجواء هاديه. هم عارفين داخلين على ايه، وهيشتغل الراجل بارتياح كويسه جدا. جماهير الاهلي دايما جماهير طماعه. عايز بطوله، ده جبت مدرب لازم بطوله. لكن لما نيجي نتكلم لازم يبقى فيه شويه هدوء. طبعا يا رب يجيب البطوله طبعا ده حلم. لكن مش لازم. لان انت جايب الوقت وحش جدا 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 بالنسبه للمدير الفني طبعا. عشان كده الراجل عليه ضغوطات، لكن مش اللي هو لازم. أيوة. ضغوطات اللي هي ضغوطات على فكره، ضغوطات ضغط حلو مش ضغط وحش. أيوة. ان هو
الناس متحشمه فيه كويس قوي ان هو هيجيب البطوله وعنده خبرات كويسه جدا. أيوة. وعلى فكره ده مش عيب، هو هو جاي نادي الاهلي، النادي الاهلي نادي معروف هو نادي بطولات، فبتمنى ان شاء الله رب الناس تبقى معانا على الشاشه اتفضل. ووصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه، مستر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد قمصان، مدرب حراس المرمى، المترجم، كابتن وليد سليمان. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون في اصرار النهارده على مواصله الانتصارات، وتكون بدايه موفقه ان شاء الله لمستر موسيماني. كمل يا كابتن. بس يعني فالنهارده ممكن ما تلاقيش كتير قوي ان هو متدخل في شكل الفريق او طريقه اللعب، او طبيعي على فكره ان هو لسه بيستكشف. انا عارف اليومين اللي فات هو بذل مجهود كبير قوي ان هو يعرف الشكل ويعرف المشاكل، هو عارف ان الوقت مش طالع عشان كده هو حتى ضاغط نفسه. النهارده اكيد هيتفرج هيبص. ممكن النهارده طبعا مباراه النهارده مش بتاعته خالص طبعًا. بس عشان يبقى واقعيين طبعا. بالايجاب والقدر بالسلب، بالشكل وبالشكل هو بعيد كل البعد، هو لحد الان بيشوف الفريق بيستكشف صح. الفريق صح. لكن عشان ما فيش وقت ايمن، انا اعتقد المباراه القادمه على طول هو خلاص هو عايز كمان يبدا يشتغل، يبدا يحط بصمته، يبدا يعرف طريقه اللعب مناسبه للعيبه ايه، وطريقه طريقه اللعب على ما سمعت في المؤتمر امبارح تقريبا هي 4-2-3-1 مشابهه للصن داونز، مع طبعا مع الافراد، واكيد مش هلاقي احسن من الافراد الموجوده في فريق النادي الاهلي، فما فيش اختلاف كتير خالص. لكن النهارده اكيد هو برده هيبص على الشكل نفسه في الملعب مختلف اكيد. صح يا كابتن علاء، واتكلمت على يمكن دور المدير الفني، هنرجع نتكلم تاني على خلي بالك على دور اللعيبه في مساعده المدير الفني. أكيد. كابتن محمد يوسف، احنا طبعا بنتكلم بقالنا يومين على تجربه مستر موسيماني، واللي انا شايفه مش مصر كلها اللي متابعه، ده افريقيا كلها متابعه الحدث ده طبعا. لانه اولا النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي عنده تاريخ كبير في افريقيا وفي الشرق الاوسط، اكبر نادي، اولا نادي القرن، اكبر نادي فايز بالبطولات. موسيماني ايضا مدرب كبير في افريقيا، خد دوري ابطال افريقيا مع سان داونز 2016، خد سوبر افريقيا مع سان داونز، وبعدين كمان مسك منتخب جنوب افريقيا كمساعد مع كارلوس البرتو بريرو في كاس عالم، وفي نفس الوقت كمان مسك فتره لوحده قدر يفوز على منتخب مصر. فاللي انا عايز اقوله ان تفتكر الاسم كبير كابتن مسك مع كارلوس البرتو بريرا في كاس العالم 2010 في كاس العالم لما جنوب افريقيا نظمه وتعاقدوا مع كارلوس البرتو بريرا، وكان موسيماني مساعد معاه، ثم بعد ذلك مسك هو في 2012. اللي انا عايز اقوله ان الحدث طبعا زي ما قال الكابتن علاء، الحدث كبير، النادي الاهلي كبير في افريقيا، وايضا جنوب افريقيا زي ما انت قلت الارتباط بجنوب افريقيا كبلد وافريقيا عامة بالنادي الاهلي وبمصر دي حاجة كبيرة جدا. احنا توجه طبعا من فترة، لو انت هتتكلم على التوجه حتى على المستوى السياسي، الرئاسة بقيادة طبعا يعني رئيس الجمهورية طبعا، لا انا بتكلم على رئيس السيسي، يعني سيادة الرئيس السيسي عمل توجهات وعمل رجوع لافريقيا تاني، وبدا يجيب افريقيا ودول افريقيا يقربها تاني لمصر، ده سياسه باينه جدا للشعب وباينه جدا للانسان البسيط في الشارع. ايضا خروج رئيس جنوب افريقيا وتدعيمه لموسيماني انه هيتولى، والكلام اللي قايله كمان فيه يحمل شرف للنادي الاهلي، انه مدي برستيج ومدي وضع للنادي الاهلي والمصر عموما، فكل ده بيلقي بظلاله على الاهميه او على دي اهميه يعني الرياضه كمان يا كابتن يوسف، دي القوه الناعمه طبعا زي ما بيقولوا. فعمل يعني تغطيه كبيره جدا بالنسبه لافريقيا. بالنسبه انا شايف الفتره اللي جايه هيبقى فيه اهتمام غير عادي بالدوري المصري في جنوب افريقيا، ايضا هيبقى فيه دول افريقيا عموما هتهتم جدا بنتائج النادي الاهلي الفتره اللي جايه، هي طبعا متابعاه وعارفاه وعارفه نتائجه كويس جدا، وعارفه قد ايه هو بيلعب دور كبير جدا في افريقيا، لكن على المستوى المحلي كمان. انا شايف الـ يعني التعاقد يعني في وقت طبعا صعب جدا، فاحنا لازم ندعم موسيماني. انا عايز اقول حاجه، موسيماني
عنده خبرات كبيرة جدا واشتغل في أفريقيا وعنده مشروع كبير جدا كان مع سان داونز عمله وخد سان داونز من مكان لمكان تاني خالص. لكن احنا برضو لازم يكون عندنا وعي لان النهاردة زي ما قال الكابتن علاء مفيش النهاردة تقدر تطلب من مدرب ان يجي في 14 يوم يعمل فكره ويطبق الفكر بتاعه. انت عنده مباراة الوداد بعد 14 يوم صحيح. اللعيبة هتساعده ايوه اللعيبة هتساعده ومعروف ان لعيبة النادي الاهلي على جميع الـ 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 الاجيال بتساعد المدير الفني ودي ميزه النادي الاهلي. الاداره هتساعده طبعا هتساعده لكن احنا بنتكلم على ان احنا نصبر على الراجل نديله فرصه التعاقد لمده موسمين فنديله فرصه كامله عشان يقدر يطلع الانتاج بتاعه ويقدر يعمل لو شايف هو وجهة نظره في بعض الاماكن في بعض المواصفات بتاعه اللعيبه هو ليه نظره معينه وليه مواصفات معينه في اللعيبه فاعتقد ان هو ممكن يبدا يعمل تدعيمات بسياسته هو وبنظرته الفنيه اللي هو شايفها هتقدر تنفذ فكره. وخلي بالك احنا عايزين برضو ان يعني نبرز شويه موضوع ان بعض جماهير نادي الاهلي طبعا هي مبسوطه للاختيار الجديد ولما عرفت الاختيار وقالت لك ده عنده خبرات يبقى الراجل ده على طول جاي جايب لنا الكاس في ايده فاهم. لا بص الفكر ده عند غالبيه جمهور النادي الاهلي دلوقتي. لا 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 بالعكس يا كابتن ايمن انا عايز اقول لك على حاجه. جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وجمهور كويس. عنده يعني وعي كويس قوي وعنده قدر من الفنيات بشكل يعني كويس جدا. النهارده عشان تجيب مدرب وتحمله نتائج كمان 12 يوم يعني قريبه جدا ده صعب جدا. النهارده عشان تحكم على اي مدرب وتبدا تتعامل معاه ان يبدا حتى تاثيره يبان عندك ده مش قبل 3 4 اشهر وقبل ما بيجهز لعيبته ويبدا يحط الطباع بتاعته ويحط اختياراته ويبدا السياسه بتاعته تبان فمش اقل من 3 اشهر من 3 ل 4 اشهر ده حاجه معروفه جدا. فاللي انا عايز اقوله الجمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور عنده خبرات كويسه جدا. اللي انا عايز اقوله كمان ان الاختيار بالنسبه للموسيماني من جوه افريقيا وبالتالي هتسهل عليه شويه حته ان هو يلعب مع الوداد هيلعب مع ان شاء الله في حاله الفوز مع الكسبان من الرجاء والزمالك فهو قابل الفرق دي قبل كده يعني لعب مع الزمالك قبل كده لعب مع الاهلي قبل كده لعب مع الوداد قبل كده فعنده درايه بالفرق عنده درايه باللعيب بتاع شمال افريقيا. انت النهارده الاربع فرق كلهم من شمال افريقيا واحنا والمغرب هتلاقي مواصفات او الشبه كبير جدا الشبه كبير جدا لاعب شمال افريقيا لاعب مهاري لاعب عنده الذكاء التكتيكي جوه الملعب لاعب يقدر ينفذ ادوار تكتيكيه مختلفه ما بيعتمدش على التكوين البدني القوي وبالتالي لعيبه شمال افريقيا. الراجل هيقدر بحكم ان هو لعب مع شمال افريقيا كتير فهيقدر يتعامل مع الجزئيه دي. نتمنى له التوفيق لازم ندعمه لازم يبقى عندنا وعي ما نحكمش بسرعه على التجربه وندعم الراجل وانا عجبني جدا ان تعاقد لموسمين احنا يمكن من فتره طويله جدا كنا دايما نعمل تعاقد لمده موسم لكن موسمين بتدي استقرار بتدي فيجن لقدام يبدا يحط الاستراتيجيه والمشروع بتاعه عشان بعد كده نجني ثمار هذا التعاقد ان شاء الله. موسمين والحمد لله زوجته جت معاه زوجته جت معاه انا عرفت ان هو زوجته مديره اعماله يعني زوجته مديره اعماله ودي هي حاجه مسؤوله يعني بص يعني انا عايز اقول حاجه احنا دايما عايزين نخش في الاساسيات انا يعني مش عايز اتكلم على مستر فايلر لا طبعا لا مش عايز مستر فايلر ادى كل ما عليه لكن انا ضد ان اكون مدرب محترف واحط يعني شروط لا مش هحط شروط احط اسباب وهي اسباب مش قويه انا النهارده مثلا ما ينفعش تقول اصل انا زوجتي مش عايزه تيجي او اصل انا زوجتي مش حابه مصر الكلام ده انت معروف من الاول ان انت هتتعاقد مع نادي مصري لمده موسم يعني في حاجات يا كابتن لما بتيجي تتعاقد في الاول ما ينفعش ان انا اجي بعد كده اقول اصلها مش حابه مصر او مش حابه تيجي الكلام ده مش منطقي او انا هروح هناك وبعدين باخد اتشاور معاها الكلام ده كله في الجانب في الاحتراف ملوش مكان انت النهارده في نادي مرتبط بيه والنادي ده عنده مسؤوليات امام جماهيره وانت كمان كمدرب محترف خلي بالك المشيان بتاع فايلر هيأثر على
على على على التقييم بتاعه كمدرب محترف بتاعه. ونفس وعلى السي في بتاعه ونفس الوقت برضو بالنسبه لكارترون اوعى بص ممكن تعمل الحركه او التريكه اللي انت عندك او 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 مثلا واحد اداك فكره وعايز تعملها زي مثلا كارترون صحي الصبح دفع شرطه جزاء ومشي هتفضل في السي في بتاعك وهتاثر عليك لاحقا ممكن دلوقتي نادي تاني عايزك بس هتشوف بعد كده في المستقبل هتبص لها بأصل هتأثر على السي في لكن لما تحترم تعاقداتك وتحترم الالتزامات بتاعتك ولما يخلص عقدك خلاص يبقى النادي حتى اللي انت رايح له نادي عارف ان انت ملتزم بعقدك وراجل يعني بتنفذ وبتحترم كلمتك وبالتالي هيبقى فيه استقرار في التدرج او الشغل بتاعك بالنسبه للتدريب مظبوط مظبوط كابتن عادل تعليق على التجربه يعني التجربه في كذا اتجاه نتكلم فيه اول حاجه في مناصرين وفي ضد خلينا نتفق في البدايه ان اي مدرب بيدخل النادي الاهلي السي في بتاعه بيعلى بوجوده في النادي الاهلي طب حته الاول حاجه حته ان حد افريقي دخل مصر وبتقارن بإيمانويل وخير الدين مضوي اعتقد التجربه مختلفه ان إيمانويل كان مبتدئ في التدريب ما مسكش فرقه كبيره فبالتالي ما ينفعش اقارن موسيماني بإيمانويل دي اول حاجه وخير الدين مضوي نفس الشيء برضو لما جه ما جاش برضو هو اللي واخد بطولات ومحقق بطولات كتيره فما ينفعش المقارنه بين الثلاثه فدي اول نقطه تاني نقطه النقطه للناس اللي بتنتقد الناس اللي هي شايفه ان التعاقد ده مش كويس اول حاجه في مصر اي حاجه غريبه بتنجح اي حاجه غير اللي احنا شايفينها او احنا بننتقدها كتير بتنجح وعندك امثله كتير جدا كابتن جوهري 98 الناس كلها انتقدته اخذ البطوله انتقد حسام حسن خد هداف البطوله 2006 ما كانش فيه واحد كان بيفكر ياخد مصر تاخد البطوله ومصر اخذت البطوله 2008 نفس الشيء 2010 نفس الشيء كاس عالم 2018 الناس كلها كانت بتحارب المدير الفني كوبر مصر صعد الكاس عالم دايما احنا لما تيجي الصفقات كمان على مر التاريخ ابو تريكا كل صفقات ابو تريكا في البدايه مين ابو تريكا هو لعيب كويس كل حاجه بس مش النادي الاهلي نجاح رهيب بركات لما جه قال لك عنده اصابه مزمنه هيقعد فتره طويله مش هيأدي بشكل كويس عمل نجاح رهيب كل الناس اللي انت بتقلل منهم في البدايه بينجحوا وكل الناس اللي انت بتحطهم في مصف النجوم بدري الضغوط عليهم بتزيد فبتقل هما الصفقه قيمتها بتقل ومش هذكر اسماء ان احنا مش عايزين نقلل من حد ولكن شوف كل الصفقات اللي كان فيه مشاكل بين انديه كبيره عليها على مستوى العالم كلها فشلت كلها بنسبه 90% او 95% فشلت لكن الصفقات اللي بتيجي في هدوء وبتمشي بشكل تدريجي والناس ما بتحطش عليها ضغوط بتنجح نجاح باهر نقطه ثانيه ده اتكلمنا في الناحيه اللي الناس بتنتقد الناس الثانيه اللي شايفه ان احنا جبنا حد معاه عصا موسى ده برضو اتجاه خاطئ جدا زي ما اتفقنا ان طول ما بنعلى بسقف الطموحات بتاعتنا طموحاتنا ممكن تيجي منك تقع دلوقتي المدير الفني الجديد انا شايف ان دي احلى يعني لكل مدير فني لو هو بتتكلم معاه ده احلى توقيت ليه دخول اي مكان بمعنى ان هو داخل قبل البطوله ب 15 يوم معاه اكسكيوز بتاعه معاه عذره انا جاي متاخر جاي قبل السيمي فاينال ب 15 يوم فبالنسبه له هو عنده اتجاهين عنده اتجاه لو كسب بقى نجم النجوم لو خسر بقى عنده اكسكيوز كمدرب يعني انت دلوقتي ما تقدرش لا مفيش حد لا لعيب كوره ولا صحفي ولا ايا كان اي حد منتمي للعبه يقدر يقيم ان موسيماني هو يعني لو خرجت من البطوله هو الموضوع عنده انا شايف ان اقل واحد عنده الريسك دلوقتي ان هو الناس تنتقده قوي هو موسيماني وبالتالي كمان عنده حاجه ناجحه ممكن تنجحه وجهه نظري ان هو جاي بعد حد ما كانش مركز احيانا ممكن انا اكون قاعد في استوديو مش مركز خالص وانا موهوب وكل حاجه بس مش مركز ممكن يجي واحد اقل مني يقعد مكاني يركز تركيز ال100% بتاعه يديك مردود اعلى وخلينا نتفق ان النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه الفتره اللي فاتت كان في لخبطه كتير في التشكيل مقصود او غير مقصود ايا كان مش مشكله بس بيديك مردود مش كويس وتغيير كتير في مراكز اللعيبه فبالتالي اي حد هيجي هيظبط الحاجات دي اماكن المراكز اللعيبه بشكل كويس ويشتغل على الاساس اي لخبطه لما بترجع على الاساس بتمشي كويس فدي نقطه من النقط اللي برده الايجابيه لموسيماني نقطه تانية ان كل دخله اي مدرب جديد بيبقى فيها روح جديده جوه الفرقه كويس بمعنى على الاقل اول 3 4 ماتشات بمعنى ان في مدرب جديد اللعيبه عايزه تثبت نفسها
قدامه مهما كانت هو اتفرج على فيديوهات او اتفرج او عنده حد بينقل له الاخبار باي شكل اذا كان ايجابيه او سلبيه, فبالتالي هو قدام اللي قدامه كويس. فاعتقد دي برضو حاجه ايجابيه عند اللعيبه, هتدي مردود اعلى. اللعيبه الفتره اللي فاتت ممكن يكون عندها مش تشبع, عندها يعني بقت خلاص حافظه اللي بيتقال لها وحافظه الريتم اللي احنا ماشيين بيه الفتره اللي فاتت بدايه من مباراه الجونه الوديه. وخلينا نتفق واحنا قلنا الكلام ده كله في الفتره اللي فاتت كلها. الحاجات الثانيه الايجابيه اللي ممكن تبقى عند المدرب ان هو يقدر يعالج اخطاء الفتره دي. لو قدرت تعالج اخطاء بس لو قدرت تعالج اخطاء, واتفقنا ان بطوله افريقيا اللي هيقلل اخطائه مش اللي هيعمل احسن حاجه, لا اللي هيقلل اخطائه واللي اي والفرقه اللي هتقل اللي هتمنع هتقلل دخول الاهداف في مرماها وهتقلل فرص عليها اعتقد هي اللي هتاخد البطوله. واعتقد كابتن عادل في الفتره دي تقريبا الاربع فرق متساويه تقريبا في جداً المستوى, متساويين جدا. ولو جيت بصيت من بعد الايقافات بتاع الكورونا لغايه دلوقتي هتلاقي في مباريات متفاوته, ما تقدرش تقول مين احسن فرقه فيهم. مزبوط. هتيجي تقول فتره الزمالك ادى كويس. مزبوط. بعد كده تيجي تقول تاني لا الاهلي فيه اربع ماتشات لعبهم كويس. مزبوط. وهتيجي في الرجاء نفس الموضوع, الرجاء والوداد الناس اتفرجت, الناس يعني شافت ان الرجاء والوداد مش احسن حاجه, اتفرج على المباراه اللي بعدها مع الرجاء والوداد الفرقتين. مزبوط. لا فرقتين كويسين. فكل حاجه ليها توقيت مختلف في المردود. بس انا شايف دلوقتي ان احنا نقطه مهمه جدا دي اهم, دي بقى خلاصه الموضوع, ان انا بتعامل مع كيان, بتعامل مع النادي الاهلي, ما بتعاملش مع محمد يوسف او مع علاء ميهوب, مع حفظ القاب او مع ايمن شوقي, بتعامل مع مكان كبير. أي. المكان الكبير ده انا بدعمه باي شكل. مين اللي موجود مش بتاعتي. أي. انا ممكن احب كابتن ايمن وما احبش كابتن علاء او العكس طبعا مع حفظ القاب, ولكن في الاول وفي الاخر هو في مكان, انا بتعامل مع مكان ما بتعاملش مع شخص. فانا شايف ان احنا لازم نتكاتف, الوقت قصير جدا, البطوله دي هتضاف لاي حد موجود. لو في رئيس نادي دلوقتي هتضاف له بطوله, لو في جيل رئيس نادي بعد 10 سنين واخد بطوله هيتحسب له ان هو عنده 15 بطوله و12 بطوله و13 بطوله, فبالتالي مش هتنتقص من حد, لا بالعكس هتزود لي. يعني دلوقتي لو انا المدير الفني القادم للنادي الاهلي وفي واحد واخد 9 بطولات, لما انا اضيف لي بطوله ال10 ولا ايا كان قسم الناس, يعني البطوله ال10 وبطوله 10 دي في الوقت ده هتخليني اكبر نادي في العالم واخد بطولات مثلا او في القاره. فبالتالي اللي عمل الانجاز ده هو اللي قبلي, اللي قبلي ساعدني في الانجاز. صح. فانا شايف ان هي الامور واحده, وخد بالك برضو كل واحد يعني ربنا بيكتب له حاجات في كل في وقتها. مهما انت حاولت تروح هنا ولا هنا هيكتبها لك في وقتها. فانا شايف احنا لازم نتكاتف, الناس كلها تتكاتف, الناس كلها تقلل الطموحات العاليه قوي قوي عشان ده مش صح. والناس كلها تبطل تنتقد لمجرد النقد, لازم يبقى في وسط. لازم يبقى في وسط. وشخصيه النادي الاهلي, معلش انا طولت شويه, شخصيه النادي الاهلي هي الهدوء والاتزان والتقل. يعني ان الشخص يكون تقيل من اول رئيس النادي لحد اقل واحد في النادي. وبالتالي ده بينطبق على الجمهور. الجمهور لازم يكون فيه تقل شويه, ما يبقاش طول الوقت احنا عمالين عايزين اخبار جديده, اخبار حلوه 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 كل يوم. انت لو فتحت مواقع التواصل الاجتماعي كل شويه اخبار جديده. خلينا فيه تقل, خلينا فيه هدوء, خلي اللعيبه تركز. اللعيبه بتقرا ده, خلي بالك. صح. والمديرين الفنيين بيوصل لهم ده. مزبوط. فما تحطش لود بطريقه غير مباشره على مدرب, انت هو ده ادواتك. الاداء يعني اهم ادواتك هو مجلس اداره, مدير فني, لعيبه, فبالتالي انت بتضغطه فمش هيديك احسن حاجه. صحيح. بس لو اتعاملت بالوسطيه, خليك وسط. مزبوط. لا تنتقد قوي ولا تقعد طول الوقت تقطع. مزبوط. خليك اصبر لغايه ما فتره كل واحد تخلص, وبعد كده يبقى في حساب, في ورقه وقلم. صحيح. ولكن في الاول وفي الاخر انت بتتعامل مع كيان مش اشخاص. مظبوط. وبرده ما انساش زي ما قلنا في الاول التوفيق وعدم التوفيق. كابتن هاني رؤيتك للتجربه. بص كابتن ايمن, اول حاجه قبل ما اتكلم على بيتسو موسيماني عايز اتكلم على مستر فايرر, وطبعا لازم نوجه له الشكر طبعا. طبعا طبعا, لان الفتره اللي عدى فيها طبعا برضو عمل اضافه كبيره للنادي الاهلي, وبالاخص الدور الاول. مش عايزين نتكلم على الدور الثاني, لان كلنا كنا في الاستوديو هنا وعارفين ان الراجل فعلا كان عنده مشاكل كتيره فعلا في 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 في, في الاداء في, في في النادي الاهلي في بالنسبه للدور الثاني, وده كان باين في الملعب وكان باين عليه بشكل عام. كلنا قلنا الكلام ده وكلنا اتفقنا على الـ على الـ على الكلام ده, لكن هو الراجل ادى الخدمه اللي كان جاي عشانها, وبالتالي برضو النادي الاهلي وقدر يحسم البطوله مبكرا. بالظبط بالظبط, دي حاجه اتحسب له برضو. وخد كاس وخد سوبر مع النادي الاهلي, ووصل سيمي فاينل مع النادي الاهلي لحد دلوقتي, وبرضو وصل لدور ال 16 مع النادي الاهلي. فدي برضو حاجات كلها تتحسب للراجل. كنت طبعا حابب ان اوجه له الشكر قبل ما اتكلم على موسيماني. طبعا الراجل موسيماني, انا شايف ان
الاستقبال والحفاوه اللي حصلت للراجل دي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ اي فرقه في مصر. انا شايف ان الموضوع كان يعني تحس ان الموضوع كبير، مش موضوع مش فكره انت جايب مدرب، انت جبت اسماء كبيره عن الراجل، مع احترامي ليه. لكن كده اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي ما بيعملش شو. لا طبعا، لا طبعا، ولو كان بيعمل شو كان جاب حد ثاني واسمه حد بالظبط، حد اجنبي. النادي الاهلي ما بيعملش شو. لا طبعا، النادي الاهلي زي ما انت عارف يا كابتن ليه سيستم معروف وليه شكل ماشي بيه، وعارف ان الراجل ده هو الانسب في الفتره دي، وهو فعلا زي ما احنا كلنا قلنا والكباتن قالوا ان هو الراجل في المطبخ، هو اللي عارف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لافريقيا، وحافظ تقريبا الفرق كلها وبالاخص الفرق الثلاث فرق اللي موجودين معانا في الادوار النهائيه. لكن الراجل طبعا الراجل ليه تاريخ كبير مع سان داونز، اللي واخد 10 القاب مع سان داونز، واخد 5 دوري و2 كاس و1 سوبر افريقي، فطبعا برضو يعني و8 سنين في سان داونز، يعني فرقه كبيره زي سان داونز والراجل موجود معاها، اكيد مش هيفضل قاعد في سان داونز الا لما يكون هو راجل مدرب محترم، والنادي الاهلي مش هيتعاقد مع حد الا لما يكون راجل صحيح فعلا قد يعني عندي حسن ظن الناس كلها. وانا شايف ان في يعني في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا يعني مبسوطين ان الراجل جاي، لان زي ما احنا قلنا كلنا ان الراجل عنده سي في محترم جدا، وشايف ان هو انسب واحد في الفتره دي. لكن الضغط الكبير اللي موجود على الراجل برضو زي ما الكابتن عادل قال، ان الراجل داخل في وقت حلو ووحش، يعني هو الراجل داخل على سيمي فاينال بتلعب، انت ممكن تخش التاريخ في النادي الاهلي لو خدت البطوله. أيوة. ونفس الوقت محدش هيلومك ان انت لو خسرت، فاي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في الفتره دي، فدي حاجه برضو حظه حلو من الراجل ان هو جاي في التوقيت ده. عايز اتكلم في حاجه برضو بالنسبه للاعبين، حته ان انت مدرب يجي تغيير المدرب ده يا كابتن ايمن بتبقى يعني بتبقى حاجه حلوه لبعض اللعيبه وبتبقى حاجه وحشه لبعض اللعيبه، لان كل واحد بيجي بفكره، كل واحد بيبقى ليه بلان معينه ماشي بيها، فبيجي يقول لك مثلا انا محتاج مثلا كابتن عادل مثلا محتاجه النهارده في مكان كذا، شايف امكانيات الكابتن عادل مثلا في المكان ده احسن من واحد كان بيلعب، يعني مش عايز اقول اسماء طبعا، لكن الراجل اكيد هو عارف، هو حتى الخطه اللي بيلعب بيها نفس الخطه اللي كان بيلعب بيها في سان داونز، فدي ممكن تريحه وتدي له اريحيه كبيره جدا ان هو ما يتحطش تحت ضغط كبير ان هو يلعب فلان او ما يلعبش فلان. وطبعا هو ليه كل الصلاحيات ان هو يختار اي حد، لان انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي ما بيتدخلش في اي تفاصيل فنيه او اي حاجه تخص المدير الفني. مش عايز اطول طبعا، لكن الراجل زي ما قلت هو الراجل عنده فرصه ذهبيه ان هو يدخل التاريخ، وبالتالي النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي كمان حب الراجل. أيه. يعني اول مره اشوف ناس كتير بجماهير النادي الاهلي بالكميه دي اللي هي يعني متفقين على مدير فني. أيه. وكمان مش اجنبي ومش اسم كبير، مع احترامي ليه هو طبعا اسم كبير في افريقيا وكل حاجه. أيه. لكن انا بتكلم على راجل اجنبي جاي من دوري انجليزي مثلا، دوري اسباني، دوري بغض النظر عن اي دوري، لكن الراجل انا شايف ان هو الراجل حتى نفسيا مبسوط جاي، تحس ان هو داخل يعني بقاله فتره كبيره في النادي الاهلي، تحس ان هو داخل بيته، ودي طبعا الحاجه الميزه اللي بتميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. فانا شايف ان شاء الله باذن الله الراجل، وعايز اتكلم بس في نقطه كابتن برضو، ان الراجل يا جماعه الراجل مش في ايده عصايه سحريه ان هو يكسب مثلا، مش شرط ان هو يكسب بطوله افريقيا، لا الراجل جاي زي ما الكابتن يوسف قال في بند ان هو ماضي موسمين، دي حاجه طبعا تحسب لمجلس الاداره برضو، ان الراجل يعني ما بيتعاملش بالقطعه، الراجل جاي بيتعامل ان هو مش انت احنا نتمنى ان انت تاخد بطوله افريقيا وكلنا هنساعدك ان انت تاخد البطوله، لكن انت موجود معانا حتى لو ولا قدر الله ما خدناش البطوله، انت موجود معانا السنه الجايه وان شاء الله تعمل فرقه جديده. والراجل كمان عينه كويسه في اللعيبه، انا يعني سمعت ان هو بيجيب لعيبه كويسه جدا، فانا شايف ان هو الفتره الجايه حتى لو قدر الله ما خدش البطوله عنده وقت كبير ان هو يعمل سكواد كويس الفتره اللي جايه او الموسم اللي جاي ان شاء الله، وياخد بيه البطوله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. تعالوا نروح سوا نشوف تقرير عن مباراه النهارده بين الاهلي والمقاولين، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي. الأهلي يواجه المقاولون في الظهور الأول لموسيماني. يلتقي الأهلي في 8 من مساء اليوم مع المقاولون العرب باستاد القاهرة في الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مباراته مع المقاولون لتجهيز لاعبيه نفسيا وبدنيا لمواجهة الوداد المغربي منتصف الشهر الجاري في دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم الأهلي لقب الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه. كما تعد المباراة الأولى للمدير الفني الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وطالب بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي
بضرورة التحلي بالتحدي أمام المنافس وأن تكون الروح مصدر قوتهم وثقتهم. وشدد المدير الفني في حديثه مع لاعبي الأهلي على أنه يرغب أن يعرف الجميع أن الأهلي رغم حسم الدوري لكنه يلعب للفوز منذ الدقائق الأولى للمباراة وحتى نهايتها. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بالعناصر الأساسية باستثناء التونسي علي معلول الذي سافر إلى بلاده. في المقابل يدخل مقاولون المباراة رافعا شعار تحقيق نتيجة إيجابية أملا في حصد المركز الرابع في جدول الدوري للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه ذئاب الجبل بالجولة الماضية على حساب نادي مصر بسداسية نظيفة. وبات المقاولون يحتاج إلى 5 نقاط فقط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علما بأن أقرب منافسيه وهو إمبي صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة لن يتخطى حاجز 56 نقطة إذا فاز في مبارياته الأربع المتبقية. ويتبقى للمقاولون 3 مباريات فاصلة في الموسم الجاري أمام طنطا وإمبي وبيراميدز، ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 52 نقطة حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبلت شباكهم 27 آخرين. ويعتمد عماد النحاس المدير الفني على سرعات لاعبيه خاصة التونسي سيف الجزيري والكولومبي لويس إدواردو وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد. مرحبا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وجالنا تشكيل النادي الاهلي دلوقتي. هيبقى تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتحي، 2 في القلب ياسر ابراهيم ايمن اشرف، قدامهم عمرو السوليه وحمدي فتحي، قدامهم 3 حسين الشحات قفشه كهربا، و واحد قدام أليو باجي. هنقوله مرة تانية، لحراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال أحمد فتحي، في 2 في القلب ياسر إبراهيم أيمن أشرف، لقدامهم 2 عمرو السولية وحمدي فتحي، 3 قدامهم حسين الشحات أفشة كهربا وأليو باجي راس حربة. البدلاء هيبقى علي لطفي حراسة المرمى، محمد شكري، صالح جمعه، وليد سليمان، أليو ديانج، جيرالدو، محمد فخري، عربي بدر، مروان محسن. كابتن علاء، شفنا تشكيل النادي الاهلي طبعا، وعارفين ان احنا دايما ماتشات الاهلي والمقاولين مباريات حلوه فيها كوره حلوه. يعني احنا دايما نقول مثلا ماتشات الاهلي والاسماعيلي، اهلي والزمالك، اهلي ومقاولين فيها كوره حلوه، تقدر تتمتع، تقدر تلعب، تلاقي فيه مساحات في الملعب. نادي المقاولين بيمر تقريبا من فتره ذهبيه للفتره دي طبعا، او من الفترات الكويسه اللي بقى لها فتره ما عدتش على نادي المقاولين. هي من زمان ايام موضوع الاهلي والمقاولين ده، او المقاولين طفره كده واخذ افريقيا ودايما بقى عنده فرق كويسه، ودايما مباريات الاهلي والمقاولين بقى فيها نديه، مش فريق بيدافع وفريق بيهاجم، لا في فريقين بيحاولوا يكسبوا. المكسب دايما عند النادي، الرغبه عند النادي الاهلي تبقى اعلى، وبيلعب على دايما يقول لك لو تعادلت او كسبت طبعا بالنسبه له حاجه ممتازه، لكن النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب. من هنا بتيجي حلاوه المباريات، انك بتلعب فريق منظم عنده عناصر كويسه جدا بعد التدعيم اللي عمله كمان مع كابتن عماد، والبدايه الممتازه اللي بدا بيها وموجود في المركز الرابع، مش عايز يبعد عن المركز ده. فالنهارده هي دي حلاوه المباراه، انت خلاص حسمت الدوري الحمد لله، لكن على الجانب الاخر فريق مش عايز يخسر، يعني مش عايز يطلع يبعد شويه عن المربع الذهبي. قبل بس بتكلم عن مباراه، بقول كابتن علي لطفي الحمد لله على السلامه بعد الوعكه الصحيه دي. فدايما بقول لك ايما ايه، مباريات حلوه ما بتلعبش فريق مدافع وتحس بملل، حتى ما تبقى كسبان 2 و3 تحس برضو حلاوته الكوره مش موجوده، لكن المقاولين بيقدم كوره حلوه دايما مع الفرقه الكبيره، مع الاهلي مع الزمالك مع بيراميدز، دلوقتي تلاقي مباراة
مباريات فيها نديه فيها قوه شويه، حتى مهما يكون كسبان لا في برضه حس ان انت عامل احترام جامد جدا فريق المقاولين، هو فعلا لازم تحترمه لان الموسم ده كمان موسم استثنائي زي ما انت فضلت وقلت، عاملين مباريات كويسه جدا، وترتيبه الرابع ده هيخليه دايما عايز مش عايز يخسر نقاط كتير. وخلي بالك بمناسبه مش عايز يخسر نقاط كتير، هو نادي المقاولين جات له فتره من فترات كان مركز ثالث بالظبط، وللاسف اخر اربع مباريات خسر فيها 7 نقط، فدي فرقت معاه. ما هي دي، هي دي يا ايمن، لكن النقاط اللي فقدها دي بعد شويه عن المركز الثالث، لكن هو وصل المركز الثالث ازاي؟ بنتائج ممتازه ومكاسب كتير طبعًا. جدا طبعًا. لكن مش عايز يبعد، هو عايز يبقى ثالث رابع، وعايز يبقى في مربع الذهبي بالظبط، هو يهمه يبقى مربع الذهبي. بالنسبه للمقاولين اعتقد حاجه كويسه جدا طبعًا. لان المقاولين جات له سنين قبل فتره كده كانت لا مش هو المقاولين يعني فتره احلال وتبديل زي ما بيقولوا، لكن من حوالي سنتين ثلاثه لا المقاولين شكل ثاني خالص. حتى لما كان كابتن علاء نبيل هو مسؤول على الفرقه عمل فرقه كويسه، جه كابتن عماد كمل وجاب عناصر كويسه جدا وماشي بخطه ثابته مع فريق المقاولين، ويحسب لكابتن عماد ان شكل المقاولين لا فريق ليه شكل، ليه شكل وليه اداء وليه دايما هدف صحيح. هو عايز دايما يكسب، عشان كده ايمن هي بتبقى صعوبته وراه، ما بتلعبش فريق عايز يلعب على نقطه وخلاص، لا صحيح. عايز يكسب ودايما طمعان، وعنده العناصر المقلقه. يعني لما تتكلم على تشكيل المقاولين ايمن لا عنده عناصر مقلقه لازم تعملها الف حساب، ولازم لعيبه النادي الاهلي تبقى مركزه في مباراه النهارده. في تغيير شويه في المراكز اللعيبه شويه النهارده، كان احمد فتحي بيلعب ناحيه الشمال، طبعا اضطرار ان معلوم مش موجود ومحمود وحيد مصاب، لكن احمد فتحي لعبها قبل كده، واعتقد احمد فتحي من اللعيبه اللي اي مركز في الملعب هيلعب هيأدي كويس جدا. لكن هو كابتن علاء هو ممكن تبقى مثلا احمد فتحي يخش في القلب وايمن اشرف يتطرف هو ناحيه الشمال، ولا هي وجهه النظر اكيد مش بتاعه الراجل، ما اعرفش ان احمد فتحي هو اللي بالشمال، لكن لو حصل العكس على فكره هتخلي كل واحد على عدلته. ايوه انت فاهم، ايمن اشرف عدلته شمال مفيش مشكله فيها، محمد فتحي لعب مساك قبل كده ما عندوش مشكله. لكن هي يعني وجهات نظر ان احمد فتحي يبقى ناحيه الشمال. احنا يمكن شايفين ان طب ما خلي كل واحد مكانه. ايمن اشرف ناحيه الشمال واحمد فتحي، لكن يعني التشكيل هو اللي جانا كده احمد فتحي ناحيه الشمال، واكيد احمد هيديها كويس 4-2-3-1 زي ما اتفقنا ايمن، ان الراجل بيلعب نفس طريقه الطريقه اللي كان بيلعب بيها مع سان داونز 4-2-3-1 الطريقه المحببه للنادي الاهلي ولعيبته وجمهوره ومحللينه، ان 4-2-3-1 دي امكانيات لعيبتك بتسمح لك بتلعب بالطريقه دي، المرونه عندك في الملعب الافراد نفسها، يعني احمد فتحي ايمن اشرف ياسر محمد هاني اثنين ارتكاز عمرو السوليه وحمدي فتحي، اثنين مناسبين جدا جدا دايما بيلعبوا جنب بعض بيكملوا بعض، حته دفاعيه عند حمدي فتحي كويسه وبيقدر يكمل الهجمه، عمرو السوليه ما شاء الله الحته الهجوميه عنده بقت عاليه جدا مع احتفاظه بالحته الدفاعيه، سايب محمد مجدي الحر اللي هو بيلعب 10 دايما بيتكلم عليه عادل، هو اللي بيصنع لك اللعب في التلت الاخير، هو الراجل اللي بيشوف لك المساحات، هو الراجل اللي بيهدي لك الملعب، هو اللي بيخليك ليك شكل في الملعب، انك انت ما ينفعش ما عندكش لعيب زي بيقول هو متحكم في الاداء نفسه، محمد مجدي بيعملها كويس، محمد عبد المنعم كهربا وحسين الشحات على الاطراف وقالوا باجي راس حربه وحيد، ده الشكل الانسب لعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي كمان كله. طيب قبل ما نكمل كلامنا يا كابتن علاء هنروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه ونشوف اخر الاجواء ايه عنده، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الدوري المصري العام وختام لقاءات الجوله ال 31 ما بين النادي الاهلي والمقاولين العرب. يمكن لو هنتحدث على المباراه بالارقام يمكن معاك لنقل اجواء فريق المقاولون العرب، المقاولين العرب بيخش المباراه في المركز الرابع معاه 52 نقطه، حصدهم من 30 مباراه فاز في 15 مباراه وحقق التعادل في 7 مباريات وحقق الخساره في 8 مباريات. يمكن المقاولين هدفهم النهارده من المباراه هو المنافسة على المركز الرابع اللي هم بشكل كبير إن شاء الله يعني قدروا يأمنوه، لكن ما زال يمكن الصراع مع إنبي صاحب 45 نقطة وسموحة صاحب 44 نقطة لسه برضو محتاجين يأمنوا اللقاء. يمكن اتكلمت مع بعض أفراد الجهاز الفني اللي نزلوا بفور وصولهم لأرض اللقاء يعني للتشيك على أرض الملعب والحساسية بتاعة الأرضية، يمكن اتكلمت معهم قال احنا المباراة النهاردة داخلينها بنلعب على الثلاث نقاط، خاصة
ان احنا خلاص فاضل اربع مباريات، مباراه الاهلي يليها مباراه طنطا ثم انبي والختام امام بيراميدز، عايزين نحقق على الاقل خمس نقاط لتامين المركز الرابع. كمان يمكن اكثر من عضو في الجهاز الفني كابتن ايمن اتكلم على انهم كانوا يتمنوا ان هم يقابلوا النادي الاهلي في ظروف غير ظروف النهارده بالجهاز الفني السابق بقياده فايلر. يمكن قالوا الجهاز الفني النهارده بقياده بيسو موسيماني هيكون فيه دوافع جديده، اللاعبين هيخشوا المباراه بروح جديده، خاصه ان اكثر من لاعب هيكون عايز يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه، خاصه ان امبارح سمعنا تصريحات المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بيتسو موسيماني اتكلم ان قال ان انا بجرب كل الخطط اللي هلعب بيها ان شاء الله في مباراه الوداد، ودوت اللي هيمكن كابتن عماد النحاس اتكلمني فيه قبل المباراه وقال لي ده هيخلق دوافع جديده عند اللاعبين اللي هيحاولوا النهارده يظهروا بشكل اكثر من رائع لحجز مكانه اساسيه في تشكيله المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لكن احنا برده داخلين المباراه بنلعب على الثلاث نقاط لتامين المركز الرابع، خاصه بعد صعوبه المنافسه سواء على المركز الثاني او الثالث. يمكن على الاجواء بقى هنا داخل الملعب، يمكن فريق المقاولون العرب كان اول الحاضرين للملعب هنا الساعه 6 قبل المباراه بساعتين كاملين، تلاه طاقم الحكام النادي الاهلي وصل في تمام السادسه والنصف. يمكن سواء بقى على ارضيه الملعب او الاجواء بشكل عام داخل الملعب اكثر من رائعه، ان شاء الله تبشر بان احنا نتفرج على مباراه كبيره بين ناديين كبير بحجم النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب بجهازه الفني بقياده كابتن عماد النحاس. كمان يمكن طاقم الحكام وصل في ساعه مبكره يمكن قبل المباراه باكثر من ساعتين برضو بقياده كابتن جهاد جريشه حكم اول، كابتن اسامه السيد مساعد اول، كابتن احمد نوفل مساعد ثاني، وكابتن عمرو عبد الفتاح حكم رابع، وكذلك حكمين الفيديو اللي اهتموا بالتشكيك على عربيه الفار والتاكد من سلامه كافه المعدات بها بقياده صبح العمراوي حكم فيديو اول، وحكم الفيديو المساعد سعيد حمزه. دي كانت كل الاجواء هنا كابتن ايمن، بنقلها لحضرتك ومتواصلين معاك في قادم المواعيد. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق. معانا دلوقتي تشكيل نادي المقاولين العرب، هيبقى في حراسه المرمى محمود ابو السعود، ناحيه اليمين فاروق نور الدين، ناحية الشمال حسن الشامي، اثنين في القلب امير في عابد محمد سميع، او العكس سوري حسن الشامي فاروق فاروق اللي في القلب فاروق اللي في القلب وامير عابد ناحيه الطرف، وحسن الشامي ناحيه اللف. ثلاثه في نص الملعب كريم مصطفى، ابراهيم صلاح، ومحمد مجلي، والثلاثه قدام لويس ادواردو، سيف الدين الجزيري، وشكري نجيب. هنقولهم مره ثانيه: محمود ابو السعود، امير عابد، محمد سمير، فاروق نور الدين، حسن الشامي، كريم مصطفى، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، لويس ادواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب. البدلاء: حسن شاهين، طاهر محمد طاهر، محمد سالم، معروف يوسف، عبد الرحمن فاروق، يوسف الجوهري، محمد عصام، احمد الشيمي، محمود السيد. كابتن يوسف، الماتش مش سهل طبعا. الماتش صعب، ولكن هل وجود مستر موسيماني في الملعب يدي حافز للعيبه النادي الاهلي ان هم يطلعوا كل امكانياتهم النهارده ويطلعوا كل اللي عندهم؟ اكيد طبيعي لما بتجيب مدير فني جديد بيبقى اكيد طبعا ليه الشده بتاعته وليه الروح والحماس، رغم ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما عندهم الروح وعندهم الحماس وعندهم الرغبه في الفوز على طول باستمرار. لكن برضو في التشكيل النهارده لو بصيت هتلاقي ان في لعيبه بقى لها فتره ما بتلعبش النهارده بتلعب، يعني مثلا تتكلم على حسين الشحات من اول مباراه يبداها النهارده من فتره طويله. هو حسين الشحات لعب الماتش بدأ من اوله بدا الماتش اللي فات بس النهارده ماتش الكاس مش موجود الاستوديو اللي فات. لا انا اتفرجت. مش موجود الاستوديو اللي فات. غايب بداتش انت غايب. بس انا لا اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله ان برضو لما تلعب كاس غير لما العب مباراه النهارده من بدايه المباراه بلعب مباراه قويه، مباراه مع رابع الدوري نادي المقاولين. برضو احمد فتحي لعب المباراه اللي فاتت النهارده بيشركه في مركز مش بتاعه، مركز الباك ليفت عشان نقص العددي عنده. عندك كهربا بقاله فتره شغال، كل لاعب بيبقى عنده الرغبه ان هو يثبت نفسه قدام المدير الفني، عايز يقدم رغم ان هو عارف بعض اللاعبين، لكن برضو بيبقى رغبه كل لاعب ان هو يقدم نفسه. النقطه بقى اللي اهم كمان هي ان انت بتلعب النهارده مباراه بتلعب خصم مش سهل، يعني نادي المقاولين النهارده بيعمل في 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 الموسم ده بالتحديد عامل نتائج كويسه جدا، مركز يعتبر يعني ممتاز بالنسبه لنادي المقاولين. نادي المقاولين من فتره طويله جدا ما شفناهوش بيخش المربع الذهبي، عامل فرق حتى بينه وبين امبي بفرق نقاط كبير، وده
راجع للاستقرار، الاستقرار الاداري بالنادي المقاولين، مجلس اداره نادي المقاولين، مشرف على الكوره طبعا استاذ مهندس محمد عادل، جابوا عماد من فتره، جايبينه من الموسم اللي فات وتم الابقاء عليه للموسم ده، وفي نفس الوقت كمان ماشيين خطوه بخطوه بالنسبه للتعاقدات، بالنسبه لضمام اللعيبه، يعني شغالين في هدوء. ده نتيجه الاستقرار. هتبص تلاقي ان نادي المقاولين، على فكره نادي المقاولين مش نادي يعني عايز اقول ايه، ما بيديش لعيبته المقابل المادي اللي زي مثلا انديه تانية، زي مثلا مش عايز اذكر اسامي صح. بس في انديه تانية البادجت بتاعها والميزانيه بتاعتها اعلى من نادي المقاولين، لكن نادي المقاولين عنده نظام اداري، عنده تحس ان في هدوء، في جو مناسب جوه، الجو المناسب ده بيطلع نتائج زي ما انت شايف. فالمباراه النهارده مش سهله، انت عندك النهارده اذا بتتكلم على نادي المقاولين عنده ثلاثي امامي، بتتكلم في يعني لازم احمد فتحي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، الرباعي ده لازم يقف كويس جدا، عندهم سرعات كويسه جدا، غير ان عندهم سرعات عندهم تنوع في لعبهم. يعني لويس ادوارد لعيب سريع جدا، شكر نجيب لعيب فوتبولر، لعيب بيقف على الكوره، يقدر يحط الكوره لسيف الدين الجزيري، يقدر يحط الكوره لويس ادوارد، يعني هم متنوعين، عندهم بلاي ميكر زي شكري بيعرف يشوط كويس، عندهم سيف الدين الجزيري خطير جدا، خطير جدا في جوه ال 18 بيقدر يجيب اجوان. فكل الحاجات دي، كريم مصطفى بيكمل ورا الناس دي على طول، كريم مصطفى على طول بتلاقيه داخل جوه البوكس وجوه البوكس. فمحمد مجلي لعيب من اللعيبه المميزين جدا، ولعيب كوره وبيمسك كوره تحت رجله، ويقدر كمان يفوت واحد ضد واحد. فابراهيم صلاح عنده الخبره بتاعته، نادي المقاولين في تنوع عنده في التشكيل بتاعه، وده اللي هيجعل صعوبه المباراه شويه. لكن في المقابل بتتكلم على تشكيل 4-2-3-1، الطريقه اللي حافظها اللعيبه، الطريقه المفضله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كمان احلى حاجه النهارده ان كل واحد بيلعب في مركزه باستثناء احمد فتحي عشان الغيابات. يعني انت عندك كهربا اهم ما يميزه ان هو في الجنب الشمال او راس حربه، وهو بيلعب في الجنب الشمال، حسين الشحات في ناحيته، محمد مجدي قفشة في 10، كنا بنشوفه قبل كده بيلعب اوقات طرف يمين، اوقات يلعب في طرف الملعب، اليو بادجي في مركانه، عمرو السلاي وحمدي فتحي الاثنين في وسط الملعب مكانهم، يعني حاطط كل اللعيبه في اماكنها باستثناء يمكن احمد فتحي عشان ظروف الاصابه، واحمد فتحي عنده من الخبرات وعنده من العدد المباريات التراكميه اللي عنده واشتراكاته السابقه سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي يتيح له انه يقدر يلعب في هذا المركز ويجيد. فالمباراه قويه، النادي الاهلي لابد ان هو يبقى واخد المباراه. النهارده موسيماني قال انا ما عنديش رفاهيه الفايلر، يعني انا عندي 3 مباريات فقط لا غير، عنده تشكيل، عنده نواقص كتيره، خلينا نتكلم في اصابات، يعني بتتكلم في اصابات كتيره جدا فوق ال4-5 لعيبه، وبالتالي هو بيتعامل مع الواقع وعنده 3-4 مباريات، يعني 3 مباريات تقريبا، يعني هو 3 مباريات، الرابعه هتكون الوداد، فهو في خلال الثلاث مباريات دول لازم يكون وصل ده بعد مباراه النهارده، خلي بالك هو عنده مباراتين بس، ما انا بقول لك 3 مباريات، يعني النهارده ويوم امبي وبيراميدز، النهارده ويوم 7 ويوم 11 بالظبط، مظبوط، الثلاث مباريات دول هو مطالب ان يكون وصل لاحسن شكل، صحيح. احسن تغيير، صحيح. يعني ايه الكروت اللي انا جنبي على الدكه عايز استخدمها، ايه المتغيرات اللي ممكن تحصل اثناء مباراه الوداد، ان انا ممكن اغير طريقه لعبي، أيوه. ممكن اغير استراتيجيه لعبي، أيوه. بدل ما بلعب زون العب دفاع وسط ملعب مثلا، اضغط من وسط الملعب، او العب زون متاخر شويه، ممكن عايز في وقت من الاوقات ابدا يعني اطلع شويه على فرقه الوداد وابدا اضغط عليها، نظامي ايه في لو انا عملت زون وحبيت اطلع على السرعات، عندي اليو بادجي عنده سرعات، عنده كهربا في سرعات، يعني كل جيرالدو، يعني كل الامكانيات، ولا العب بحسين الشحات مع حمدي فتحي مع الناس قفشه، الناس اللي هي بتمسك الكره من رجل لرجل. فهو عنده تنوع في اللعيبه اللي عنده، عنده وليد سليمان حاطه النهارده بيمثل عامل خبره كبير جدا، وفي نفس الوقت عنده من الذكاء التكتيكي والخبره ولعب الماتشات الكبيره دي بشكل يعني متوفر كبير جدا، عنده عدد مباريات كبير جدا، وبالتالي من خلال الثلاث مباريات دول هيقدر يوصل للشكل النهائي ليه في مباراه الوداد باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، قبل ما نكمل حديث معاك هنشوف مشوار الاهلي والمقاولين في الدوري. النادي الاهلي لعب 30 مباراه، طبعا هو في المركز الاول
عدد النقاط 79، 25 فوز، هزيمة واحدة، تعادل 4 مباريات. صاحب أقوى خط هجوم 67 هدف. صاحب أقوى خط دفاع 8 أهداف. وأهداف الأهلي برضو عايزين نتكلم عنها، في 56 جول منهم بالقدم، منهم 10 من خارج حدود منطقة الجزاء، وتسع أهداف من رأسيات. نادي المقاولين العرب لعب 30 مباراة في المركز الرابع، عدد نقاطه 52 نقطة، فوز 15 فوز، هزيمة 8 مباريات، تعادل 7 مباريات، له 41 جول وعليه 27 جول. كابتن عادل، احنا ممكن نشوف النهاردة ملامح لفكر موسيماني في إدارة التعامل مع المباراة، ولا هيكون دليله الكابتن سامي قمصان بالنسبة لفرقتين؟ طبعا هو دلوقتي يعني اكتر واحد عليه دور في الفرقه هو كابتن سامي قمصان، هو الحلقه الوصل ما بين الجهاز السابق والجهاز الحالي. واعتقد هو ليه دور كبير ان الفتره الجايه ان هو يبدا يشرح الفتره اللي فاتت كانت ماشيه باي شكل، وان برضو يبرز الايجابيات ويبرز الاخطاء. هو انت التقرير هيبقى عن طريق كابتن سامي قمصان، ولكن ممكن يبقى فيه هو مفيش تغيير في خطه في طريقه اللعب، ولكن ممكن الادوار او المهام اللي موجوده للعيبه دي اللي ممكن نلاقي فيها شكل مختلف شويه. ممكن يبدا يتبني من دلوقتي. اعتقد ما فيش وقت انك تبني مباراه الوداد هو كل مباراه مش تلحق تتفرج عشان تبني. لا، هو انت من النهارده هتحاول تبني حاجه جديده، هتحاول تحضر لحاجه. اعتقد الشكل الامامي او الخط الامامي ما فيهوش تغيير، في انت وديت لكل حاجه لطريقتها المعتاده للاماكن اللي موجوده، حسين شحات ناحيه اليمين، كهربا ناحيه الشمال، قفشه في مكانه، بادجي والاثنين قلب الدفاع. النهارده ممكن يكون بدايه كويسه انك تبقى الحتت اللي فيها مشاكل شويه في الفرقه تبان قدامك على الطبيعه، لان انت هتلعب فرقه كاونتر اتاك. ايوه، فرقه المقاولين فرقه بتستناك في نص ملعبها، وبتلعب بشكل كويس جدا في ظهر المدافعين، ودي الحته اللي احنا محتاجين نشتغل عليها شويه، ودي نقطه مهمه جدا انك تبني عليه اللي جاي. فمهم انك الفتره اللي فاتت اكيد اتفرجت على ماتشات كتير للفرقه، مستر موسيماني اكيد اتفرج على ماتشات كتير، اكيد معاه محلل اداء طلع له كل الاكشنز بتاعت كل لعيب في مكانه، اكيد بيتفرج عليها برده بشكل سريع. النهارده هتبقى المباراه فيها اختبار حقيقي ليه، مش مباراه النهارده بس، مباراه النهارده ومباراه ام بي ومباراه بيراميدز، خد بالك ثلاث مباريات انا شايفهم من اصعب المباريات اللي في الدوري، وممكن يكون رتمهم عالي قد يساعد شويه ان موسيماني يدخل في الفرقه بسرعه. هو ماتشات مش اللي هي فرقه هتستناك طول الوقت، لا، فرقه هتستناك وهتلعبك، مش هتستناك بس. فانت عندك حاجات كتير هتشوفها في الماتشات دي. عندك الكاونتر اتاك من المقاولين، وعندك ونفس الشيء من امبي، وعندك استحواذ من بيراميدز بكاونتر اتاك، عندك كذا حاجه موجوده في الفتره الجايه هتقدر تشتغل عليها بشكل كويس. ولكن النهارده اعتقد الخطوط العريضه ما فيش مدرب بيقدر يحط كل حاجه في وقت واحد، انت في مرحله تكيف بين اللعيبه وبين المدرب وبين اللعيبه، دي بتاخد وقت، زي ما كابتن يوسف اتكلم من 3 4 شهور، ده كمان وقت قليل اللي هم بتاع فتره الاعداد اساسا. اللي هم شهرين 3 وبعدين بتاخد الدور الاول عشان تبدا يحصل لك تكيف مع الفرقه. فبالتالي هو دي اهداف الدور الاول معانا، حسين الشحات جاب الجول الاول، مباراه المقاولين. فاعتقد ان النهارده في هنبدا نركز على النقط اللي احنا محتاجينها في مباراه الوداد. مباراه الوداد انت دلوقتي عندك بتلعب بخط الدفاع النهارده، في سرعات الى حد ما شويه، تتكلم في احمد فتحي موجود، هاني موجود، ايمن اشرف، الى حد ما في سرعات. فهل ده هيساعدك انك تضغط ضغط عالي، انك تلعب ضغط عالي قدام؟ ده هيساعدك شويه لو انت بتفكر في كده. وفي نفس الوقت برضو العرضيات عندك هيبقى فيها مشكله، فبالتالي لو لعبت ديب قوي، لو لعبت جوه ال 18 بتاعك هيبقى عندك مشكله. فبالتالي في حاجات لازم تبدا تشتغل عليها من دلوقتي. شوف ايه المعطيات اللي عندك. رامي ربيعه واضح ان هو مش هيبقى موجود معاك، متولي مش موجود معاك. فبالتالي انت عندك مشكله في الحته دي. الحته دي ليها حلول باشخاص وليها حلول بطريقه.
بخطه جوه الملعب، هل خطتي ان انا هضغط من فوق ولا هبدا اشتغل ازاي، اسلوب شكلي هيبقى عامل ازاي، ولا هستنى الفرقه وابدا اشتغلوا عليها عرضيات. هيشتغلوا عليها عرضيات دي لازم يكون عندك ناس بيلعبوا دماغهم كويس. واحنا خلينا نتفق ان احنا عندنا مشكله في العرضيات حتى كمان بوجود الاساسيين اللي موجودين، فبالتالي لازم نقفل الحته دي، لازم الاطراف تتقفل بشكل كويس، لازم يبقى في ضغط في اماكن، ما يبقاش في لعيبه في نص الملعب عندها وقت على الكوره كتير، او اللعيبه على الاطراف يبقى عندها وقت على الكوره كتير. فعشان تحمي الحته دي هو ده الشغل الشاغل دلوقتي، انك تحمي حته القلب، حته ال 18 دي هتحميها ازاي بشكل منظم ازاي من قدام. اشتغل على الضغط بشكل كويس جدا، اللعيبه ورا بعض بتشتغل بشكل كويس، المدافعين برضو لازم يبقى في ربط ما بين لعيبه نص الملعب عشان تقدر تحمي ده. فانا شايف النهارده مباراه كويسه جدا جدا جايه في وقتها، مباراه الثلاثه الجايين في وقتهم جدا، هيقدروا يدخلوا في اللعيبه في فورمه المباريات اكتر. نحاول بقدر الامكان ان احنا ما بقاش فيه اجهاد، ان المباراه صعبه، ثلاث مباريات صعبه، وهيبقى فيهم اجهاد بدني وذهني عالي. وكمان اللعيبه هتدي اكتر حاجه عندها عشان تبقى مقنعه للمدير الفني. فده لازم ناخد بالنا منه برده. والنهارده الاهم نقطه بالنسبه لي هي الكاونتر اتاك، هنتعامل معاه ازاي. فده هنشوفه في المباراه ان شاء الله. كابتن هاني، كابتن عادل قال ان نادي المقاولين بنسبه كبيره بيلعب على الكاونتر اتاك او الهجمه المرتده، كويس. احنا شفنا في الماتشات الاخيره نادي المقاولين ان هو بيلعب لعب مفتوح من بدايه الجيم. هل ممكن يبدا لعب مفتوح مع النادي الاهلي النهارده، ولا هيبدا بتحفظ شويه؟ لا، ما اعتقدش هو هيبدا جيم مفتوح الكابتن عماد، لان الكابتن عماد عنده سكواد محترم جدا، عنده لعيبه خبرات كتير جدا، عندك بتكلف محمد سمير، عندك حسن الشامي، عندك ابراهيم صلاح، عندك حتى شوك نجيب، في لعيبه كبيره ولعيبه لعبت في انديه كبيره، تقدر تحقق او تقدر تنفذ الكابتن عماد اي خطه او اي بلان الكابتن عماد هيقول لهم عليها هينفذوها. وده اللي شفناه في الماتشات الاخيره لنادي المقاولين. نادي المقاولين دلوقتي بيصنف من الفرق المرشحه اللي كانت مرشحه بقوه لدخولها في بطوله افريقيا السنه الجايه، وكلنا شفنا تغيير كلي في 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 بعض اللعيبه او في مستوى بعض اللعيبه. يعني اللعيبه دي كان معظمها كابتن ايمن السنه اللي فاتت كانت موجوده في نادي المقاولين، ولكن ما كانوش بالكفاءه دي. كابتن عماد من اللعيبه، يعني انا اتمرنت معاه من المدربين اللي خد حاجات كتير من مستر مانو جوزيه كابتن ايمن. يعني هو الراجل حتى لما شفته في برنامج قبل كده طلع اتكلم، قال لك ان مستر مانو جوزيه انا اتعاملت معاه وخدت منه حاجات كتير جدا. هو خد منه المميزات اللي يقدر يشتغل عليها في نادي المقاولين. طبعا زي ما قلت لحضرتك هو عنده سكواد محترم جدا، قدر ان هو يطلع كل الطاقه اللي موجوده في اللعيبه اللي عنده، قدر يبقى ليه شكل في الدوري السنه دي، عامل نتائج طيبه جدا. زي ما الكابتن عادل قال برده عنده حاجات كتيره بيلعب عليها زي الكونتر اتاك، عنده الفاولات، عنده محمد سمير مميز جدا في الفاولات الثابته، الحاجات الثابته، عنده الناس اللي سيف الدين الجزيري ولويس ادوارد، ده ناس بتلعب هيدرز كويس قوي. عنده كمان كابتن ايمن عنده ميزه كبيره جدا، عنده الخط الناس اللي على الدكه ما شاء الله، يعني عنده تغييرات بيعتمد عليها في ماتشات كتير جدا. ماتش الزمالك شفنا لما محمد عصام نزل جاب الجون الاخير لنادي المقاولين وكسب بيه المباراه، وكان النادي المقاولين بيلعب 10 لعيبه كمان. فعندك محمد طاهر النهارده برده هنشوفه، يعني طاهر برده النهارده عليه كلام كتير ان هو طبعا الراجل خلاص بقى من ضمن النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وضمن النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله، فالناس كلها هتركز مع طاهر النهارده. بس انا اعتقد ان طاهر النهارده هيلعب، يعني ولا هيبقى مش في دماغه النادي الاهلي او مش في دماغه اي حاجه، والراجل بيلعب لسه مقيد في نادي المقاولين، هيقدر ان هو هيشتغل وهيشتغل بشكل كويس جدا عشان يثبت للناس ان هو صفقه. هو دايما محترمة. بينزل بديل الشوط الثاني الفترات الاخيره، لان هو كان مصاب، يعني كان مصاب ولسه راجع، والراجل بالزبط. بينزل بيجيب اجوال، يعني ما شاء الله عليه بينزل، يعني بيبقى مؤثر جدا. عايز اتكلم النهارده على النادي الاهلي في تغييرات بعض اللعيبه. محمود وحيد النهارده مش موجود، احمد فتحي بيلعب مكانه. طبعا كلنا اتكلمنا في الفصل ان كان احسن افضل ان احمد فتحي يلعب سيرد باك، لكن الراجل برده لسه ما عندوش درايه باللعيبه كويس. فالنهارده اكيد الكابتن سامي موسى كان ليه عامل كبير في ان هو برده يرشح له الناس اللي هتلعب في المكان بالنسبه للباك ليفت. عندك محمد هاني، عمرو السويه النهارده كان بره الماتش اللي فات، النهارده راجع وموجود النهارده. في النهارده برده على الدكه عندنا وليد سليمان وصالح جمعه، دول برضه الماتش اللي فات ما كانوش موجودين، وصالح بقاله فتره كبيره كان غايب، واتمنى ان هو ان شاء الله لو خد النهارده يثبت ابصر جود، يعني يحسس الناس ان هو صالح عاوز، لان طبعا كلام كتير على صالح وكلنا
عمالين نقول صالح لازم يبقى موجود والجماهير كلها عايزه تبقى صالح موجود لان عارفين امكانيات صالح كويس جدا. اتمنى النهارده ان هو يعني يثبت نفسه النهارده في الملعب ويقول للراجل ان انا موجود ويقول لجماهير النادي الاهلي ان انا يعني اتغيرت. اتمنى من ده لان صالح لعيب مهم ولعيب لازم نستفاد منه بشكل كبير. النهارده النادي الاهلي المباراه هتبقى مفتوحه كابتن ايمن، شايف ان المباراه هتبقى قويه جدا مش مباراه سهله خالص، بس في ميزه للراجل، الراجل عنده 3 ماتشات كابتن ايمن زي ما انت قلت، عنده المقاولين وامبي وبيراميدز، يعني انا شايف ان دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. هي يعني ممكن تكون وحشه في يعني في 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 لو حصل لعيبه حاجه، لو حد اتعور حد ممكن، لان طبعا انت الماتشات دي هتبقى عايز تكسب لان النادي الاهلي اي ماتش بالنسبه له بيدخل بيبقى عايز يكسب 3-3 بالظبط، فدي ممكن تعمل حمل بدني زياده عن اللعيبه شويه. فاتمنى من الراجل ان هو يبقى ليه بلان ثانيه، يعني يبقى ليه بلان ثانيه وليه خطه ثانيه برده عشان الناس دي ما تجهدش وتيجي قبل الماتش اللعيبه تقع منك. فاتمنى النهارده ان الراجل يبقى حاطط الحته دي في حساباته. لكن المباراه هتبقى صعبه زي ما قلت لحضرتك كابتن ايمن، برضو الثلاث ماتشات الجايين دول ماتشات مهمه، لو كان الماتشات دي ماتشات ضعيفه مع فرق مستواها ليفل قليل كان ممكن تتخدع، يعني كان الراجل ممكن يتخدع فيها، انت ممكن تلعب فرقه وتكسب 3-4-5-6 واللعيبه ما توصلش المستوى اللي انت عاوزه في ماتش الوداد. فممكن تيجي ماتش الوداد تتفاجئ ان انت بتلعب ليفل عالي فتلاقي في دروب ما بين الليفل ده والليفل ده. فاتمنى ان الراجل يعني حظه حلو برده في الثلاث ماتشات الجايين ان هو يقدر يحط التشكيل المناسب، واتمنى من الراجل ان هو يراعي حته الاصابات لان في لعيبه برده يعني في لعيبه ريحت وفي لعيبه برده ما ريحتش وفي لعيبه راجع من الاصابه، يعني حسين الشحات، حمدي فتحي، كهربا راجع من الايقاف. فاتمنى الناس دي كلها يعني قبل الماتش ان شاء الله يكونوا كلهم موجودين وبصوره طيبه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بمناسبه كلامنا عن كابتن عماد النحاس هنروح نشوف تقرير عن كابتن عماد النحاس ومشواره التدريبي ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. النحاس ثورة جديدة في عالم التدريب. عماد النحاس أحد أبرز المدربين على الساحة في الدوري الممتاز والذي أصبح له طريقته وفلسفته التدريبية التي يخشاها من يواجه فريق المقاولون بعدما اكتسب العمدة الخبرات التدريبية اللازمة. بدأ عماد النحاس رحلته مع التدريب بهدوء كما كانت تجربته الرائعة في المستطيل الأخضر كلاعب، قاد عدة أندية تدريجيا وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذاك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على شو إعلامي. بدأ النحاس مسيرته عقب وداع المستطيل الأخضر في العمل الإداري، فتولى منصب مساعد مدير الكرة بالنادي الأهلي موسم 2009-2010، وبعدها عمل نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي حتى تقدم باستقالته في مايو 2014 لرغبته في العمل بالتدريب، فتولى منصب المدير الفني لأول مرة في يوليو 2014 حيث أصبح المدير الفني لنادي أسوان الذي ينافس في دور الدرجة الثانية وقتها. في موسمه الأول مع أسوان موسم 2014-2015 قاد النحاس الفريق للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 11 عاما، ثم نجح في الإبقاء على أسوان في الممتاز، ومع بداية الموسم التالي عانى الفريق من نتائج سلبية وهو ما دفع النحاس لتقديم استقالته، ثم خاض تجربة جديدة في بداية 2017 مع الشرقية حتى نهاية الموسم، تولى بعدها تدريب فريق الرجاء في سبتمبر 2017، لكنها تجربة لم تستمر كثيرا حتى غادر النادي المطروحي بسبب سوء التوفيق الذي واجهه في هذه التجربة. وفي 24 من أكتوبر 2018 بدأت رحلة المجد الكروي في التدريب بعد توهجه عندما تولى المهمة الفنية للمقاولون العرب خلفا لعلاء نبيل، حيث خاض مع فريق ذئاب الجبل 55 مباراة حقق من خلالها الفوز في 27 مناسبة مقابل 15 تعادلا و13 هزيمة. ويقدم المقاولون العرب موسما رائعا رفقة عماد النحاس، حيث يحتل فريق الذئاب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
النحاس واجه الأهلي كمدرب في 9 مباريات ليصبح صدام الليلة اللقاء 10 بين الطرفين، وفاز النحاس 1 وتعادل 1 أيضا وخسر 7 مواجهات. كابتن علاء، بالنسبة لتشكيل الفرقتين احنا عارفين ان في نص الملعب دايما بنقول دايما وسط الملعب هو رمانة الميزان. وسط ملعب الفرقتين النهاردة في لعيبة تقيلة، لعيبة كويسة. تفتكر لمن ستكون الغلبة اليوم؟ عمرو السولية وحمدي فتحي في النادي الاهلي ولا كريم مصطفى ومجلي في نادي المقاولين؟ ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح. لا، ابراهيم صلاح بي اوف ديفندر ثابت. بس الاختلاف هنا ايه؟ من 4-2-3-1 هنا 4-3-3. مظبوط. ده على الورق على فكرة. مظبوط. كويس. النهارده المباراه كلها في نص الملعب، الايسات على نص الملعب، دفاعين وهجومين، هو اللي بقى ليه الغلبه النهارده. صح. عشان كده هتلاقي كل الشغل في نص الملعب. يعني انا لا متاكد منه ان عماد هيسيب لك يعني شكر نجيب على دايره بالظبط، وهيحاول يقفل الاطراف بتاعتك كويس قوي، وهتلاقي الثلاثه موقفين كويس قوي. ابراهيم صلاح زي مثلث بالظبط، ابراهيم صلاح هو قاعده المثلث، دايما هو اللي بيقابل اول واحد بيتقدم اللي هو غالبا هيبقى محمد مجدي، وكريم مصطفى ومحمد مجلي على الاطراف. محمد مجلي الناس بتشتغل كتير جدا جدا في نص الملعب. صح. لعيب صغير، لعيب كوره كويس جدا، احد اكتشافاتك ده. الله يخليك. بيتحرك كويس قوي دايما، التمرين اللي عنده كويس جدا. كابتن عماد بيعتمد عليه اعتماد كل في نص الملعب، ما بيستغناش عن محمد مجلي طول المباراه. على الجانب الاخر انت عندك 2 تقال جدا في نص الملعب. صح. عندك سولية وعندك حمدي فتحي، واتكلمنا عليهم كتير قوي في الاستوديو هنا، وقلنا الاثنين دول يمكن انا عن نفسي بفضل عمرو جنب حمدي. يعني الاثنين مختلفين شويه عن بعض، بيعرفوا يسيطروا كويس على نص الملعب. اللي هيفرق معاهم كمان قوي يا ايمن تحركات محمد مجدي قدامهم. محمد مجدي هو اللي هيبدا، اللي هيعرف يتحرك يجيب لك المساحه اللي انت هدور عليها. النهارده الشغل كله في نص الملعب عشان توصل لمساحه على طرف، طرف هنا او طرف هنا، ممكن تعمل باص لبادجي، لكن مش هيبقى سهل. هيبقى الموضوع صعب قوي خصوصا في بدايه المباراه. كل الايام مركزه كويس قوي. عماد عارف كويس قوي مدى خطوره نص ملعب النادي الاهلي. على الجانب الاخر لعيبه نص ملعب المقاولين لا يستهان بيهم، ما ينفعش تسلوهم مساحات او العب من بعيد، لازم ضغط كويس في نص الملعب. عشان كده بقول لك المباراه صعب قوي خصوصا في الثلث الهجومي هنا او هنا. لازم تحركات كتير جدا 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 من كهربا، من حسين الشحات، من محمد مجدي. والفيصل في كل اللي انا بتكلم فيه ده هو مدى تحركات محمد مجدي في الثلث الاخير. وتحركات اليوباجي ومحمود كهربا والشحات. مجدي ما قلت لك الثلاثه، لكن اللي هيدورك على المساحات واللي هينقل او اللي هيعرف يخترق المساحات كلها هو محمد مجدي. ما هو دايما يا ايمن الناس دي هتلاقيها متراقبه، كل واحد معاه واحد، نص ملعب زحمه قوي. اللي هيحل اللغز ده محمد مجدي. أي. في سرعه تحركاته، في سرعه ازاي، مش تحركات بس. أي. دايما لازم عينيه شايفه على طول بسرعه الملعب. النهارده مش هتلاقي الرفاهيه ان عندك وقت تمسك الكوره، لا لا، هتلاقي ضغط، وهتلاقي ضغط جامد جدا النهارده. صح. كابتن محمد، من ضمن مفاتيح لعب النادي الاهلي الجهه اليسرى او بتحديد علي معلول، عدم وجود علي معلول وعدم وجود كمان محمود وحيد النهارده والاعتماد على احمد فتحي في جهه الشمال النهارده، هل يعني ان احنا هنفتقد الميزه ديت؟ مش هتفتقدها، بس مش هتبقى فيه كثافه جامده جدا في ناحيه الشمال. ليه؟ لان كهربا عندك برضو بيمثل سرعات عاليه جدا في الجنب الشمال، هيتعب عامر عابد. اتوقع ان كهربا عنده ميزه كمان، انه عنده بيقدر يشتغل واحد ضد واحد. أيوة. عنده ميزه انه يقدر ياخد من ظهر محمد، من ظهر امير عابد زي ما قال كابتن علي. عندك مجدي قفشه موجود، عندك السولية، حمدي فتحي، الناس دي كلها تقدر تلعب كهربا. فوجود كهربا مش هيقلل لك شو قوي، بس برضو مش هتبقى بالكثافه اللي زي ما يكون علي معلول موجود. علي معلول طبعا اهم لاعب، انا شايف من 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 اللاعبين المهمين جدا ومن مفاتيح لعب النادي الاهلي. علي معلول طبعا. احمد فتحي هيأدي لك الجانب الدفاعي طبعا بشكل كويس جدا، حته التغطيات اللي جوه. لويس ادوارد لازم احمد فتحي يبقى مركز معاه قوي، لان لويس ادوارد ممكن في كوره شكري نجيب، ابراهيم صلاح، ومحمد مجلي، الثلاثه دول بيبصوا على طول على لويس ادوارد وبيحطها له في مساحات في المساحه اللي ما بين ايمن اشرف وما بين وما بين احمد فتحي، اللي هي ما بين الباك والسرد باك. صح. لكن كهربا هيعمل لك كثافه هجوميه بشكل او باخر، وفي نفس الوقت كمان ان انت عندك الرباعي الامامي
عنده تنوع. بمعنى ايه عنده تنوع؟ عنده ممكن ان ممكن حسين الشحات في بعض الاوقات يغير يروح مكان كهربا، كهربا يجي مكانه. يعني ممكن جوه الملعب ممكن يغيره في وقت من الاوقات 5 دقائق 10 دقائق ويرجعوا تاني لمراكزهم، دي بتعمل حته لخبطه شويه. لكن كل واحد بينتج في احسن اعلى حاجه عنده، هو كهربا في الشمال، حسين الشحات في اليمين. الجنب اليمين هيبقى عندك استقرار فيه الى حد ما، لان حسين الشحات ومحمد هاني لعبوا مع بعض كتير، وحسين من يعني انا شايف النهارده يعني مباراه هيكتسب فيها جزء كبير قوي من مستواه بدنيا وفنيا واحساس الملعب والحاجات دي كلها مهمه جدا. اليو بادجي عليه دور كبير قوي النهارده، ان هو معاه سرعات كويسه، يعني معاه حسين، معاه كهربا، مجدي قفشه، لازم يتحرك كتير. مش لازم هو اللي ياخد، لكن لازم هو يتحرك كتير، يفتح مساحات، يوسع مساحات لكهربا وحسين الشحات. وتقدم السوليه مهم جدا يا كابتن، زي ما قلنا ان السوليه هو خامس الرباعي ده. السوليه بيقدر يروح على البوكس، بيقدر يشوط، يقدر يسدد، زي ما شفناه في المباراه كانت اللي هي قبل الكاس، كانت مباراه اللي انتهت 1-0 الانتاج الحربي. انتاج الحربي، وجت دجله، لا سوري دجله، المباراه اللي اتعملت الكره بالعرض وحط هو الكره بطن رجله، حتى خبطت في لما قلنا ان هو بيهاجم مباراه طنطا. وقدر ان هو كابتن يوسف يخش البوكس. السوليه ممكن يعمل الهجوم، الحته الهجوميه دي النهارده ممكن مع نادي المقاولين ممكن. لا ممكن لان انت عندك ثلاثي وسط الملعب، كهربا وحسين الشحات وقفشة. وبالتحديد حسين الشحات وقفشه والكره مش معاهم، هينزلوا. يعني ممكن كهربا الى حد ما شويه ارتداده ما هوش قوي، لكن حسين وقفشه لا هينزلوا مع عمرو السوليه وحمدي فتحي. فانت في وسط الملعب هيبقى فيه كثافه. لازم السوليه يعمل الدور ده، لان انت لو احمد فتحي مش هيخطل. احمد فتحي ما هو انت خلي بالك، انت متعود ان علي معلول بيزيد. النهارده علي معلول واقف، سوري احمد فتحي واقف، مش هيزيد بزياده علي معلول، وبالتالي لازم السوليه يكمل عشان يبقى خامس وسط ملعب. فاهم قصدي ازاي؟ هي مساله بالانس. يعني انت النهارده طالما فتحي واقف، هيبقى فتحي وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني. ادي رباعي وقدامهم حمدي فتحي. فادي خمسه، ده كويس جدا يعني. فاهم قصدي؟ طيب عموما هنطلع فاصل ونواصل حديثنا مع نجومنا كومار بعد نهايه احداث الشوط الاول. اعزائي المشاهدين انتظرونا.